اهلا بيكم النهارده. اليوم المهم جدا في الناس الحلوه. خلينا ابدا معاكم كلامي بحوار ربما ما لهوش علاقه بالموضوع بتاعنا، لان موضوعنا النهارده هو الحمى الروماتيزميه، وده موضوع علمي شديد الاهميه. لكن هبدا معاكم بقضيه شديده الاهميه، انتبهوا جدا جدا للي هقوله ده. في حاجه طالعه مش في مصر بس، في العالم، في حتت كثيره في العالم، بس في مصر الموضوع في منتهى الخطورة والقسوة، وهو ما يسمى بالعلاج عبر الإنترنت أو بالعلاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إن أنت عبر أبليكيشن معين أو عبر تطبيق معين تقدر تشتكي من حاجة، عايز تخس مثلا، تبعت لحد معين يرد عليك وممكن يبعت لك أدوية. الكلام ده في منتهى الخطورة، الكلام ده مش علمي خالص، وخطأ جبار قد يدفع الإنسان ثمنه حياته، غير أنه هيتنصب عليه وملوش أي واقع من العلم. الكلام ده له بعدين مهمين قوي. مثلا في ناس واخداها في التخسيس. التخسيس يا جماعة مش موضوع سهل، مش أي حد، وغالبا اللي بيعمل الحكاية دي غالبا مش دكتور، لأن مفيش دكتور هيعمل الكلام ده خالص، أكيد حاجة تانية غير الدكتور تماما، وغالبا لا هو خريج طب ولا خريج علاج طبيعي، واكيد يعني ليس له منظومه علميه هو منتسب ليها، لان هو لو خريج الحاجات دي طب ما هو يفتح عيادته ويقعد في عيادته ويعالج الناس صح، لان علاج الناس يشمل اشياء كثيره جدا جدا، يشمل ان انا اشوف حضرتك واخد منك تاريخ مرضي واسمع منك تاريخ تفصيلي واكشف عليك واعمل لك تحاليل واكشف عليك، لانه الكشف مهم جدا، اعرف كبدك اخباره ايه، الكلى اخبارها ايه، اعمل لك سونار على الاثنين افهم في تغيرات حصلت ازاي، اشوف ضغط دمك اخباره ايه، لان هيفرق الادويه اللي هكتبها لك. غير كده الادويه موجوده في الصيدليات، ومفيش دواء تخسيس غالي، كل ادويه التخسيس المعتمده ثمنها متوسط. لما حد ينصب عليك بقى ويقول لك لا ابعت لي وهبعت لك، ده اسلوب مش قانوني في التعامل مع الدواء. الدواء مكانه في الصيدليه، المريض بيروح يجيبه من الصيدليه. مفيش حاجه اسمها ابعت لي وهبعت لك دواء باكج. الادويه دي كلها مش ادويه، كتير منها ممنوع استخدامه، لان في مجموعه ادويه تخسيس اتمنعت من العالم، اللي هي الادويه اللي بتشتغل على مركز الاشباع في المخ. الأدوية دي بترفع ضغط الدم، فلما لقوا إنها بترفع ضغط الدم وبتسبب النزيف في المخ منعوها في العالم. الأدوية دي بتعمل تغيرات في المود وتغيرات في الطبيعة، بتخلي الإنسان عصبي، فمنعوها من العالم. الأدوية اللي بتشغل سنترالي دي اتمنعت من العالم. في بعض هذه الأدوية موجودة في السوق السوداء، موجودة تحت السلم. أولا دي ما بتخسسش بشكل كبير، ليها آثار جانبية خطيرة جدا جدا ومش محسوبه، وطبعا لما حد بيبعتها لحد من خلال وسيله او من خلال يعني هوم ديليفري، ده في منتهى الخطوره. لكن الادويه الموجوده في الصيدليات، الادويه الثانيه الموجوده في الصيدليات دي ادويه اف دي ابروف، موافق عليها، بيكتبها الدكتور تحت اشراف طبي، بتروح تشتريها انت بالصيدليه، سعرها بسيط مش غالي، مفيش ادويه تخسيس غاليه. اي حد بيبيع دواء تخسيس بسعر مبالغ فيه هو بينصب على الناس. وطبعا لما بيعملوا لك دواء من خلال هوم ديليفري ده حاجه مخالفه القانون المصري، ما فيهوش ده، ما بيسمحش مصر، ما بتسمحش ببيع الدواء بالاسلوب ده اللي هو هوم ديليفري، اللي هو انت ساعتك تشتريه من حته مش صيدليه، الصيدليه هي اللي بتبيع الدواء، ومفيش كشف على مريض الا من خلال دكتور في عياده او في مستشفى. ما ينفعش العلاج من عبر الانترنت. وطبعا كان ايام الكورونا الناس وصت حاجه معينه كده، بس ده سيتويشن تاني خالص. يقول لك ايه؟ انك ممكن مريضك، ده مريضك انت، يعني مثلا انت بتكشف على مريض بتاعك عنده سكر وعندك الملف بتاعه، والراجل ده بياخد انسولين. في ايام الكورونا هيتصل بيك مثلا في وقت رمضان يقول لك انا مواعيدي لاخذ الدواء بتاعي ايه، ولا اخذه امتى؟ في وضع معين. والكورونا بدأت تنحسر في الفترة الأخيرة أو في الموجة دي، خلاص بدأت تهدى شوية، فلا يرجع المريض يكشف عند دكتوره عادي طالما هو بدأ يعاني. الكلام ده مهم جدا جدا جدا. ظاهرة
طبيب الاونلاين ولا مش عارف مين اللي بيتصل على الاونلاين، الكلام ده في منتهى الخطوره وخطورته معروفه ومفهومه للجميع. محدش يضحك على حد فيك ويقول له انا هخسسك من خلال الاونلاين ولا مش عارف ايه، الكلام ده مش مظبوط علميا وليس له قاعده طبيه مفهومه. هنفهم الكلام بالتفصيل ونفهم يعني ايه الطب الحقيقي اكيد مع رائد الطب الحقيقي، واحد من المؤسسين الكبار لعالم طب الحالات الحرجه، وطبعا استاذ الاساتذه الاسطوره الحيه للعلوم الطبيه استاذنا الاستاذ الدكتور حسام وافي. بلاش ان الواحد يعمل لحد سونار وما يكونش فاهم فيه لمجرد انه يعني بيتمنظر او بيطمنه، ده كارثه. كلمه مرض مزمن في الكبد 99% هو تليف. الهيموجلوبين ماده سامه، الهيموجلوبين ممكن يأذيني. البول بقى ناس كتير بتستهبل. البول جزء من وظائف الكلى. يعني ساعات كتير قوي دكاتره يطلبوا وظائف كلى وما يطلبش بول. ينساه هو مش مهتم. لما يجي لك واحد صفر اقول له بولك لونه ايه؟ يقول لي زي الشاي. حس انت اي حاجه الا هيموليسيس. ساعات اورام الكبد تبقى اورام كبد شخصيا او جايله من قولون اي ثانويات، كل ده بيتشخص من الوجات الصوتيه. الوجات الصوتيه رائعه. المرضى اللي ممكن يتخوفوا من انهم يعملوا اشعه مقطعيه يقول لك لا انا خايف اعملها لا يطلع عندي حاجه. الفكره دي لازم تطلع من دماغ الناس، فكرة إن أنا خايف أعمل الشيء اللي يطلع عندي. الأستاذ الدكتور حسام موافي الرئيس الشرفي لجامعة النهضة، عضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات، عضو لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات دورة 2018-2021، أستاذ طب الحالات الحرجة كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، عميد كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مجلس الأمناء بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مدير مستشفى الأمراض الباطنة قصر العيني، مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، رئيس قسم طب الحالات الحرجة جامعة القاهرة، مؤسس الوحدة الثالثة لطب الحالات الحرجة كلية طب القصر العيني، المعلم المثالي 6 مرات على مستوى كلية طب جامعة القاهرة، الطبيب المثالي 6 مرات على مستوى نقابة الأطباء، رئيس الجمعية المصرية لطب الحالات الحرجة، عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، عضو الجمعية المصرية لأمراض الكلى. له 180 بحث منشور في المجلات العلمية المحلية والعالمية. رائد طب الأمراض الباطنة في مصر والوطن العربي. قام بتأليف كتاب الأمراض الباطنة. تم تكريمه بإطلاق اسمه على دفعة 2015-2016 كلية طب جامعة القاهرة. أستاذي وأستاذ الأساتذة الأستاذ دكتور حسام وافي، هذا يوم عيد. أهلا يا أيمن، زي حضرتك. أنا عارف إن حضرتك مش قريب أو بعيد من السوشيال ميديا، مالكش في يعني في السوشيال ميديا، ما تحبهاش خالص. أو ما فيش صفحات ومالكش في. بس أنا معجب جدا باللي أنت قلته. ربنا يبارك فيك. وبؤيده تماما. أصل في ظاهرة خطيرة للغاية، خطيرة جدا جدا جدا. بدأت في منطقة التخسيس، لأن المنطقة دي بعض الناس يشوفها يعني وبيروجوا فكرة هتمشي بيروجوا الفكرة إيه أنت ليه تروح لدكتور وتكشف وبتاع، ده ما ممكن وأنت في البيت يجي لك كورونا. هذه الفكرة في منتهى الخطورة وللأسف جريمة، ولازم الجهات القانونية تتحرك فيها وتشوف مين اللي بيروج لهذا الكلام اللي لا علمي. وللأسف في قنوات استضافت المعنى ده، وده شيء غير مقبول وغير مفهوم علميا على الإطلاق. برافو عليك، ده كلام كويس جدا. بس أنا عايز أفهم المشاهد حاجة مهمة جدا. مش هو تخين؟ واحد بيقول أنا هخسسك. هو التخن ده ظاهرة فسيولوجية ولا قد يكون عنده ورم في الغدة اللي فوق كزري. الكلية كزري. ومطلع كورتيزون كوشي ومتخليه. طبعا يا إخوانا، الهدف من الطب هو التشخيص. انت جسمك تخين بس في مليون سبب.
مليون سبب، مش حكاية إن أنت تخين عشان بتاكل، دول الأغلبية. لكن افرض إن أنا من الأقلية رحت في داهية، تمام؟ الهدف من الطب تشخيص، مفيش هدف تاني. أنا بسقط الطالب، مش اللي ما بيعالجش، بيتعالج هيتعلم. هيتعلم. أصل هو العلاج إيه؟ ما هيتعلم دوايين الأدوية هيعرف يحفظها ويكتبها. إنما غلط في التشخيص آسف. هيموت. آسف. هيموت. خلاص ده ما بقاش دكتور. طيب كيف نصل إلى التشخيص يا أيمن؟ بثلاث حاجات. دي في العالم كله. كيف أصل إلى التشخيص؟ بثلاث حاجات. واحد، بالتاريخ المرضي للعيان. عندي وجع في صدري، بيجي لك امتى؟ بيقعد قد ايه؟ بيسمع فين؟ يا اسئله مهمه جدا. ممكن بالتليفون. قوم نام على السرير عشان اكشف عليك. ضغطك كام؟ عندك زرقه ولا لا؟ ساينس ولا لا؟ عينيك فيها صفرة ولا لا؟ كبدك حجمه قد ايه؟ طحالك قد ايه؟ في ورم في رقبتك ولا لا؟ ما يمكن عندك ثيرويد افكشن. كل ده هيجيبه التليفون؟ لا طبعا. نمره ثلاثه الابحاث، صورة الدم والأشعاعات اللي هطلبها أنا. إحنا بنشخص بثلاث حاجات: واحد، التاريخ المرضي، اثنين، الكشف السريري اللي هو الإكلينيكي، ثلاثة، الأبحاث والطب. كل ده يختصر في إن أنا ألو أنا صدري بيوجعني، طب خد داينايترا تحت لسانك. والله بيعملوا كده يا أخوانا. اللي بيعالجك بالتليفون نصاب، نصاب. نمرة اتنين، اللي بيعالج بالتليفون بيعالج أعراض. أخطر حاجة في الطب تعالج أعراض، أخطر حاجة. أنا بنهج، طب خد أمينو في الليل، طب مش عارفك إن أنا ما عنديش القلب، أو عندي سرطان، أو إلى آخره. يا إخوانا هذه مهزلة، إذا لم تتحرك وزارة الصحة لها تبقى مقصرة. متحركين والله، يعني وزارة الصحة متحركة والعلاج الحر، بس هم ما لهمش مكان، مش عارفين يمسكوا لهم ماسكه، بيحركوا ليه نفسهم. هو اللي اعلن عن نفسه ده ما يتقبضش عليه. ما هدي بقى دي طب استنى بس. تجار مخدرات هم بيتقبض عليهم في بيوتهم. بالظبط بالظبط، دي سهله قوي. بس ديت مش وزاره الصحه بقى، ده دي جهات اخرى. تشترك وزاره الصحه ووزاره الداخليه في حمايه الناس. وزاره الصحه تبلغ الداخليه فلان وفلان وفلان بيموتوا الناس. يا ايمن دي جريمه، جريمة كبيرة جدا. العلاج اونلاين ده في منتهى الخطورة. طب ولو واحد مات؟ هات لي بقى اوراقه. ما انا هحقق مع اللي موته. فين الاوراق؟ مفيش اوراق. مفيش خالص. مفيش خالص. هو بعت له وراح بقى. يعني واحد بيعمل عملية والعين توفى. بيجيبوا الدكتور الجراح. الأول النقابة. وبنحقق معاه، طلع إهمال بيروح النيابة. كل ده مش موجود. يعني حاجه مش عايزين الناس بلدنا، لازم كمان تفهم بلدنا ما تبقاش كده. طبعا الناس لازم تفهم حاجه، انه في التخسيس ده المريض اللي جاي بيخسس عن الدكتور، الدكتور بيعالجه كمنظومه كمتكامله، يعني بيبص له هو بيعالجه كده، بيكتب له دواء. ايمن السمنه لها اسباب كتير طبعا. غير الاسباب، هو انا بتابع كمان مع الحاله، يعني بتابع معاها، لازم اكشف عليه كل فتره اشوف ايه. هو هينتقل من السمنه الى القلب الى الكبد، هيعمل كده. ما بقاش حكايه سمنه وانها دي فانتازيه. مين قال ان علاج السمنه ده فانتازيه؟ مين قال كده؟ في دهون على الكبد هتتعالج. مين اللي ادى الناس هذا الايحاء ان واحد تخين اخسسه؟ دخول غير الاطباء في هذا المجال اللي ادوهم الايحاء ده. كارثه كارثه. دخول غير الاطباء في مجال السمنه وحوارهم غير الاطباء وغير المتخصصين واللي فاهمين طب يدخلوا يتكلموا، هو اللي اداهم الانطباع ده. دول يجوا امام النائب العام، والنائب العام يبقى جنبه دكتور استاذ يقول له ده ايه عشان يتقبض عليه ويخش السجن وياخد عقوبه. هو النصاب ما بياخدش عقوبة؟ هو اللي نحكوا على الناس وخدوا فلوسهم في توظيف الأموال أيام كذا وكذا وكذا ما دخلوش سجن؟ طبعا. ده خد أخطر من فلوس، ده خد صحته، ده خد أخطر من فلوسه. إذن قاعدة أرجوكم، أنا عشان بس محدش يقول، أنا قلنا بشكل كامل في أهم وأشهر حلقاتنا على الإطلاق هي حلقات الدكتور حسام. العلاجات اللي اونلاين ده ملهاش علاقه بالطب، ده نصب غلط. حاجه الثانيه انه مفيش دواء يتجاب اونلاين، الدواء بيتجاب من الصيدليه. والله العظيم يا ايمن، عيان بتاعي
وانا اللي كاتب له العلاج وكل حاجه، اما بيتكلم بالتليفون بقول لا تعال لي تاني. اه طبعا مع انه عياني، بس قال لي انت كتبت لي كذا وكذا وكذا وضغطي كذا، بس هو لسه عالي. اقول له تعالى، جايز حصل حاجه الله يعلمها في الفتره دي، مفيش حاجه اسمها كده يا ايمن خالص. انا بحمد ربنا ان اخر تكنولوجي في حياتي الاشعال الذاتي البوتاجاز ده. على فكره، على فكره انا من الناس برضو لما شفت الاشعال الذاتي ده انا اتخضيت، يعني ايه بوتاجاز يشتغل لوحده؟ في واحد طلع في التلفزيون بيتريق عليه، لا ربنا يسهل، ما يعرفش الفيسبوك وكده وعامل نفسه استاذ. انا برد عليه بقول له يا فلان ما ضيعتش وقت في الكلام ده، انا ضيعت وقتي في الدين وفي الطب بس. انا واحنا قبل الحلقه قلت للدكتور حسام، قلت له ارجوك يا دكتور ما الفيسبوك ما تقربش منه. لا انا ماليش دعوه. عشان ما حدش يتحايل عليك يقول لك اعمل لك صفحه. لا 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 لا, 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 لا. غلبان انا غلبان. لا ده بالعكس، ده كده ربنا. لا والله انا برد أنا عليه بقول له يا فلان يا اللي اتريقت عليا اني ما بعرفش. مسك التليفون قال لو اديته التليفون يطلع مش عارف ايه ما يعرفش. انا بعتبر دي ميزه، لان وقتي انا حسبت مره فتحت الواتس شهر بياخد 4 ساعات في اليوم. ده ايه ده بالتواضع؟ ده 4 ساعات الواتس انك تقرا رساله جات لك وترد، ادي 4 ساعات في اليوم. مش انا اولى بيهم؟ يا ذاكر طب يا شوف ديني شكله ايه. انما اللي بيتريق ده اقول له لا يا حبيبي، ده يعني بالعكس، ده بالعكس خالص، ده انت شكرت فيا من غير ما تدري. هو في ناس صحيح بتاخد 10 دقائق كل ساعه كده تبص على الواتس، لو 10 دقائق في 4 ساعات في 24 ساعه رحت قافله. احنا بنتكلم في 200. بنتي قالت لي ازاي يا بابا مش عارف ايه ولازم قلت لها ماشي، عملت لي كميه الرسائل اللي جايه وانك ترد عليها وكده 4 ساعات في اليوم. في اليوم يعني احسب في الشهر كام. طب ما انا اولى بهذا الوقت، انا اولى بيه. وبعدين العلم مش هجيبه التليفون، عمر ما هجيب العلم من التليفون مهما كان. احنا عندنا بيبرز وعندنا ابحاث وعندنا مجلات ودوريات بتجيلنا. دين بجيبه من الكتب الدين المحترمه مش من تليفون. طبعا الحقن الروماتيزميه يعني امر منتشر لكن يحتاج الى تفسير. هو صحيح كلنا عارفين ان هو ما بعد الاصابه بالجروب اي بي تهيمنيتك ستريبتوكوكاي ماشي تمام، يعني هو نوع من الميكروبات، لكن ايه التفسير؟ هو بس كلمه يعني هو انتشاره قل قوي. يعني احنا دلوقتي ما بنشوفش حمى الروماتيزميه زي زمان خالص خالص. احنا بنشوف بوائي اللي عملته الحمى الروماتيزميه في ناس زمان، انما الجداد قليلين جدا جدا. وده الوعي. انا وانا نايب كان في عياده يوم الثلاث من 9 لـ1 اسمها عياده البنسلين طويل المدى، كان كل نايب ياخدها. تخيل بقى العدد، بتعمل له عياده خاصه من 9 الصبح لـ1 الظهر قاعد تدي حقن في البنسلين عشان الحمى الروماتيزميه. زي ما هنيجي في العلاج الوقائي هنقول ان هو بنسلين طويل المدى احد الحمى الروماتيزميه شيء مرض بدا من قديم الازل. فالعلماء ابتدوا يفكروا ما هو ثابت علاقته بالتهاب الحلق. ما بقولش التهاب اللوز، ما بقولش اللوز، اللوز جزء من الحلق. يعني واحد يقول لي ما انا شايل اللوز ابقى مطمن، لا، لان هو التهاب حلق وليس التهاب لوز بالذات. فما هو ثابت علاقته بيه؟ فجاء اول عالم قال الميكروب بيجي هنا اسمه ميكروب سبحي. ليه؟ لانه شبه السبحه، البكتيريا لازقه بعضها بتبقى شبه السبحه بالظبط، بيجي هنا. فاول عالم قال ده الميكروب ده بيخش الدم ويروح للقلب يبوظه والمفاصل والمخ والناس مشيت على كده سنين لحد ما طلع له واحد قال له تعالى هنا، تعالى انا عملت عينه دم لمرضى اللي انت بتقول عليهم حمى روماتيزميه ما لقيتش بكتيريا في الدم خالص. فالراجل زعل قال له تعالى معايا كمان، الاطفال اللي ماتت
خدت قلبهم وخدت منه شرايح زرعتها ما طلعش فيها بكتيريا. تعالى بقى قوي، انت جالك التهاب في الحلق، الحمى الروماتيزميه تيجي بعد 21 يوم بعد ما تخف. فبهت الذي كفر. فبهت الذي كفر، نظريه ضعفت، نظريه باظت. لا في بكتيريا في الدم ولا في العضله، في بكتيريا عضله القلب. وبعدين هذه الوقت ما بين التهاب الحلق وبين ظهور اعراض الحمر وقت طويل، 21 يوم. بيبقى العين خف خف وراح مدرسته وكل حاجه. فالراجل ده بهت فايه مشي. جه واحد تاني بعديه قال لا ده كان غلطان، ده سموم البكتيريا هي اللي بتخش الدم تعمل المصايب دي كلها. قال له طب تعالى، لو سموم البكتيريا داخله في الدم كانت immediately كانت تعمل وانت عيان، لما فسرتليش ال 21 يوم. 21 يوم ما بين التهاب الحلق وما بين الحمى الروماتيزميه ما تتفسرش بالسموم اللي دخلت يبقى في الحال. فبهت الذي كفر، تاني واحد. تالت واحد قال لا ده مش كده خالص، هي بكتيريا في الحلق طلعت سموم دخلت الدم غيرت تركيبه النسيج الضام. في نسيج في جسمنا اسمه النسيج الضام، غيرت تركيبته اصبح النسيج الضام جسم غريب. انا عندي نسيج ضام اهو، البكتيريا بعتت سم غيرت تركيبته، كان تركيبته كذا 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 غيرته. بما انه اتغير هيطلع له اجسام مضاده لانه جسم غريب. الحرب بين هذه الانسجه اللي متغيره وبين الجهاز المناعي هو ده الحمى الروماتيزمي. حرب بين شيء غريب خلاص، غريب. انا كسم دخلت غيرت لك النسيج الضام، كان تركيبته معينه بقى تركيبه ثانيه، تركيبه ثانيه بقى غريب، غريب طلعت اجسام مضاده، اجسام مضاده تعمل المنظر اللي احنا شفناه في المفاصل وفي القلب وفي المخ وفي الجلد وفي كل حته. الاعراض غريبه سبحان الله. ليه بقى؟ لانه اولا تنوعها في المفاصل اعراض، في القلب اعراض، في المخ اعراض، في الجلد اعراض، حتى في المفاصل الصغيره اعراض. يعني في اعراض مختلفه في كل مكان. والغريب انه تنوع الاعراض دي بس كل حته الحمى الروماتيزميه ليها كاركتر، ليها سبيسيفيك، يعني ليها تصرف معين فيها. فهي نقدر نقول عليها عشوائيه التوزيع، لكن في العشوائيه دي جواها في نظاميه غريبه في الحدوث. هو بص يعني هو هو خلاص اللي حصل حصل. النسيج الضم اتغير، طلع له اجسام مضاده، اجسام مضاده هتعمل حرب في المفاصل وفي القلب وفي المخ وفي الجلد، في الجلد هتعمل حاجتين. فهي دي مظاهر الحمى الروماتيزميه. الحمى الروماتيزميه زي الشهاده في المحكمه في الدين. في ناس فاكره ان ده في كله، في الدين فقط. في الدين اللي هي يا راجل يا اتنين رجاله يا رجل الستتين في صورة الدين. يا إما رجلين أو رجل ومرأتين ممن ترضون من الشهداء، ده في الدين بس. لو سلفت منك فلوس، في ناس فاكرة ده العادي، لا. فهي بالظبط زيها رجالة وستات. عايز تشخص حمى الروماتيزمية يا اتنين رجالة يا سواء رجل واحد، هات مع اتنين ستات. المظاهر الإكلينيكية للحمى الروماتيزمية ميجور رجالة وماينور ستات. كيف التشخيص؟ يا اتنين ميجور اتنين رجالة، يا واحد ميجور مع اتنين ستات. طبعا ده طريقة قديمة للتشخيص لكن ماشية لحد دلوقتي. ايه هما الميجور؟ خمسة الرجالة، التهاب المفاصل، التهاب القلب، الكورية، حاجة بتيجي في المخ تخلي واحد يتحرك، او حبوب زي الحمص تحت الجلد او بطش حمراء في الجلد. دول الخمسة. لقيت اتنين من الخمسة شخص وانت مغمض. ما هي المشكلة يا أيمن مش كده، المشكلة الناس مش فاهماها وبعض الدكاترة الصغيرين مش فاهمينها. المشكلة إن أنا مفاصلي بتوجعني. هل السبب الوحيد لوجع المفاصل هو الحمى الروماتيزمية؟ لا، في 5000 سبب. 5000 سبب. طب كيف آخد ده مع حاجة تانية؟ طب القلب ملتهب، هل السبب الوحيد التهاب القلب؟ لا. عشان كده بناخد يا اتنين ميجور اتنين كبار رجالة، يا إما
واحد ميجر مع اتنين ماينر. مع اتنين صغيرين. ايه الصفه الاساسيه اللي واحنا بنقول ارثرايتس التهاب مفاصل؟ التهاب المفاصل له اسباب عديده. يعني النقرس يعني التهاب المفاصل، الروماتويد، الروماتويد، الذئبه، الذئبه، تاكل الغضاريف، الهيموفيليا، الهيموفيليا اللي هو مرض في الدم، والحمى الروماتيزميه. الحمى الروماتيزميه لازم تتحفظ صم بالنسبه للطلبه عشان ما يغلطش في التشخيص، لان تشخيص حمى الروماتيزميه تشخيص كبير مش قليل. اولا تصيب المفاصل الكبيره، الانكل تحت، الركبه، الفخذ، القلب اللي هو ده، الكتف، الريست، ده مفاصل كبيرة أول صفة فيها. ده يفرقها عن الروماتويد. الروماتويد بتاخد المفاصل الصغيرة، لكن عشان الطب يبقى غلس اللي بيفكر إنه يخش كلية الطب من بتوع الثانوية العامة نقول له غلاسة، إن ممكن الحمى الروماتيزمية تصيب المفاصل الصغيرة. المرض اسمه جاكوب. جاكوب ده بس نادر واكسبشن، يعني ده استثناء انه ياخد المفاصل الصغيره ويسيب فيها اثر. هو يصيب المفاصل الكبيره 99%. تمام. المفصل المصاب قمه الالم لا يطاق، سويت احمر محمر مورم ما يتحركش ومورم قد كده. احنا بنشوف الطفل الحمر الزمية متشال دايما، بس تفرح هو في نظر امه وابوه كسح. اللفظ اللي دايما العامه يقول لك الواد اتكسح، لان بنوقف على الارض يروح واقع ما يقدرش يقف، وبالنسبه لك انت هتخف في خمس ايام، فانت بتبقى سعيد جدا بالحالات دي. هو في نظر بتعمل بروباجندا للدكتور لان بيبقى داخل ابوه وامه شايلينه في الاعاده، الواد جاي بيجري يقول لك بس الدكتور كتب له الدواء هو لوحده هيخف لوحده خف. على فكره يعني عايز اقف عند كلمه بروباجندا دي لانها بتنرفزني. ابعت التوفيق، ابعت الاخلاص ينزل لك التوفيق. طبعا الطب يا اخوانا والله 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 ثلاث مرات اهو توفيق توفيق. انت بيجي في مخك الحاجه، مين اللي جابها؟ مين اللي جابها سوى الخالق؟ يا باشا بتنور بتنور كده. بتنور في هي كده. هو طيب ما واحد تاني مذاكر اكتر مني مليون مره وغير موفق. الوجع هنا اي 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 ده قرحه معده، لا هو قلب، هو قلب او بنكرياس او ايه اللي جاب ده في مخك؟ الله ابعت الاخلاص ينزل لك التوفيق. فالمهم المفصل كبير، المصاب احمر وارم ومؤلم جدا ومش قادر يتحرك، يعني تيجي تمسك الواد ركبته وتعملها كده يصرخ ما يقدرش، ويستجيب استجابه رائعه للاسبرين لدرجه ان ده اختبار، ده اختبار سيرابيوتيك تيست. ما احنا ساعات نختبر بادويه، نختبر المرض بدواء، بدواء من ضمنها ده سيرابيوتيك تيست. هتدي له الدواء مش هيتحسن تمام، يبقى ما تحسنش يبقى مش كده. يستجيب استجابه رائعه للاسبرين. الالذ والالذ والالذ ان المفصل يعود كان شيئا لم يكن. ما يسيبش اثر خالص، يعني الروماتويد يسيب طبعا يعمل ديفورميتي، الروماتويد يعمل تشوهات، التاكل الغضاريف يسيب وجايز توصل الى الجراحه، لكن ده كان شيئا لم يكن. 21 يوم والواد كان ما حصلوش اي حاجه. يبقى بيصيب المفاصل الكبيره، المفصل المصاب احمر ومورم ومؤلم، يستجيب كويس جدا الاسبرين ويخف العيان وكان شيئا لم يكن. القلب، القلب ثلاث لايرز، ثلاثه طبقات، بانكرياتيس هو بياخد الثلاثه. الطبقه اللي بره القلب اسمها الطامور، الطامور ده الغلاف اللي بيغلف القلب بيلتهب، يبقى عنده التهاب طامور. العضله بتلتهب، مايوكارديتس، والصمامات بتلتهب اللي هي اللي داخله دي، فالثلاث طبقات بتوع القلب بيلتهب. يعني المشكله بقى اللي احنا عندنا ان ساعات يسيب اثر،
يعني الصمام المترالي أصيب بحمى روماتيزمية قد يخف تماما زي المفاصل كأن شيء لم يكن، وقد يتليف بحاجتين، إما بالضيق وإما بالارتجاع، يا باظ الصمام بقى فيه ارتجاع، يبتدى يضيق بقى فيه ضيق صمام، بتبان بعد شوية. والقضية الخطيرة جدا الكورتيزون، قيل يوما ما إن الكورتيزون يمنع اللي أنا بقوله ده، إن حتى لو القلب أصيب اديته كورتيزون ما يحصلش لا ضيق ولا ارتجاع. طلع الكلام ده مش صح. اللي ناوي يعني ناوي صمام هيبوظ. عشان كده لما الاقي صمام لازم اتاكد انه حمى روماتيزمية. تقول لي طب في حاجه تانية تصيب الصمام غير الحمى؟ طبعا. واللي عنده الصمام حمى روماتيزمية ده لازم ياخد باله كويس جدا 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 في خلع اسنانه، في اي سخونيه، عشان ما يحصلش التهاب على الصمام تبقى كارثه، بكتيريا اندوكاردايتس. فالقلب والمفاصل ده من الرجاله، لو قلب ومفاصل شخص وانت مغمض خلاص. الجلد بيجي فيه بطش حمر، لكن لما تيجي تخف من النص، فعلى بال ما العيان يروح للدكتور يبقى الحمر بره بس الرسيمه مارجينيتا، عشان هي المارجن بس. وساعات يجي حاجه زي الحمص نقدر نقفشها على عظمه، يعني لما تدوس على العظمه تقوم تحسها، هي موجوده في كل حته بس في الاكسنس، بس هنا هتقدر تشوف. اما الكوريا بقى فحدث ولا حرج. ليه؟ لان مشكوك فيها، هل هي لها علاقه بالحمر؟ يعني اولا تيجي لوحدها من غير حاجه ثانيه، تيجي متاخره خالص عن الاعراض الثانيه. وفي البنات اكتر من الولاد، او بنات بس، او بنات اكتر، اكتر من الولاد، مع ان المفاصل ده قد ده، القلب ده قد ده، دي لا دي تاخد بنات. لا، القلب اعجب حاجه فيه، اول بحث بنعمله الحمى الروماتيزمية سرعه ترسيب عاليه، دي سرعه ترسيب طبيعيه ما بتبقى خلاص كل حاجه فيها شويه، لكن هي من الخمسه الكبار. ايه هي بقى الكوريه دي؟ اللي هي حركات لا اراديه بروكسيمال وديستنس، الاثنين ممكن يعمل كده او بيعمل كده، لا ارادي، هو مش قصد، وبتزيد بالانفعال. يعني كنت دايما اقول لدكاتره الامتياز عندي، لو انتوا بصيتوا للحاله عايز تجننه افضل باصص له كده، هتلاقيه ابتدى يعمل وتختفي بالنوم. يعني لو انا بمر بالليل وعيان الكوريا ده، عيانه كوريا نايمه ثابته ما فيهاش اي حركه، وده في ادويه خاصه لها، بس هي من الخمسه الكبار. الباقي بقى سرعه ترسيب عاليه، بينزف من مناخيره، سي رياكتيف بروتين عالي، سي ار بي اللي الناس كلها حفظته في الكورونا يعلى، بيل كل دول لو لقيت اتنين منهم سخن مع واحد من الكبار ماشي، اتنين كبار انتهت وشخصنا. والعلاج سهل، البنسلين ياخد العلاج وتمام التمام. لا، العلاج الاصلي البنسلين وقائي، سلسله وقائي، يعني احنا مش عايزين يجيله ميكروب سبحي فنديله حقنه بنسلين كل يوم، فلانه ده كفر، حرام عليك طفل صغير تشكشن كل يوم. فعملوا بنسلين كل 21 يوم في حقنه، فهو بياخده كل 21 يوم بنسلين طويل المدى، فبياخد الحقنه تغطيه لحد سن 25. ما هو سن 25؟ هو السن اللي نادر بعديه ان يصاب بحمى روماتيزمية. نورتنا يا باشا، الله يخليك، شرف كبير لينا دائما وجودك معنا، متعه ما بعدها متعه، الله يحفظك. اللقاء القادم هنتكلم على البلمونري بقى بتالي، جلطه الرئه، البلمونري ملازم، جلطه الرئه واحده من اهم المواضيع، تبقى جلطه الرئه لانها مسكوت عنها، وكثير جدا من الناس ممكن لا قدر الله الكورونا رجعتها بقوه جلطه الرئه. خلي بالكم، انتبهوا ليها، لان دي قضيه في منتهى الاهميه. وبمناسبة ديت، واحد من نجوم الإعلام الرياضي كان أصيب بجلطة رئة، حد عزيز علينا جدا، نجم كبير أصيب بجلطة رئة وهو شباب، فده حالة مرضية بتيجي لأي حد. لا مهمة الناس تبقى واعية بيها. نورتنا وشرفتنا أستاذ الأساتذة، أستاذنا الأستاذ دكتور حسام موافي، كان في الناس العامة. السبب الأساسي للسمنة المفرطة، السبب الأساسي مش الأكل الكتير بس، قبل الأكل الكتير القعدة الكتير.
الراحة كتير. كل أنواع جراحات السمنة المفرطة الهدف منها إنقاص الوزن وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة إذا كانت موجودة وتحسين اللايف ستايل. السمنة تعطل الإنجاب بصورة واضحة جدا، بتعمل تجاوز في المبيض ولخبطة في الهرمونات ويعني تأخر في الإنجاب بصورة واضحة جدا. البنات بيبقوا مهزومين نفسيا، البنت اللي وزنها كبير فعلا ما بتبقاش عايزة حتى تتصور، مش عايز تحضر مناسبة مع صاحبتها أو بتبقى قاعدة في البيت ما بتشوفش الشمس. أيها الناس، خلي بالكم من عيالكم، انتوا أمناء عليهم. ده في ناس والله بتبعت الحاجات الأدوية أونلاين، تقول تعالى خد العلاج. دي جريمة على فكرة. لا يقابل، دي جريمة رحمة. لا يقابل، ما بيقابلش العيان أصلا. هو انت بتليفون كده أو في حاجة اسمها كده؟ إنقاص الوزن هو علاج لتأخر الإنجاب، إنقاص الوزن هو علاج عشان يظبط الدورة الهرمونية مرة أخرى للبنت اللي عايزة الدورة بتاعتها تبقى منتظمة، عايزة يبقى عندها صحة إنجابية مظبوطة، لازم تنزل وزنها. أنا أتمنى إن احنا نعمل منظار معدة تشخيصي لكل الناس قبل عملية السمنة، لأن في حال عدم عمل منظار معدة تشخيصي ما قبل العمليات بتتفاجئ إن انت تلاقي عندك فتق في الحجاب الحاجز، يا إما تكون سكر من النوع الثاني، وهنقيم ده بقى بالسيبيبتايد والفاستنج انسولين ليفل والهوما والأنتيجاد، كل الحاجات اللي بتتعمل لتقييم المريض. أنت نوع ثاني، هتبقى من أكثر الناس حظا، لأن أنت هتخلص من السمنة وهتخلص من السكر في عملية واحدة بس اللي هي تحويل المسار. لو هذا البرنامج نجح بس في محاربة السمنة، يبقى إحنا قدمنا شيء عظيم. المياه البيضاء موضوع في منتهى الأهمية، موضوع بيأثر طبعا على كبار السن ومتوسط السن، ودلوقتي بنشوفه في سن أصغر. احنا مع التقدم العلمي زي ما حضرتك ذكرت في عملية المياه البيضاء، بقينا نعمل عملية من فتحة صغيرة، وبالتالي فترة النقاء بقت سريعة، وحصل تقدم مشابه كمان في أنواع العدسات، فبقت العدسات ممكن تتزرع من فتحات صغيرة ومتعالجش المية البيضة بس، أو ما تضمنش برضو صفاء في الرؤية بس، لا ده كمان ممكن تخلي المريض يستغنى عن نظارة المسافات أو يستغنى عن نظارة المسافات والقراية معظم الوقت. الدكتور أحمد عساف، أستاذ طب وجراحة العيون طب عين شمس، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة العيون، عضو الجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء، عضو الجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الانكسار، 7 أبحاث منشورة دولياً، 17 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية. أهلاً بكم. المياه البيضاء موضوع في منتهى الأهمية، موضوع بيأثر طبعاً على كبار السن ومتوسط السن، ودلوقتي بنشوفه في سن أصغر. المشكلة في quality of life، وعلى فكرة ما بقاش الطب الحديث يقبل الطب ده من ضمن نعم ربنا علينا انه يخليك تعيش حياة low quality. ما فيش حاجة اسمها ان انا تمام امشيها كده. في ظل تقدم مذهل في تكنولوجيا الجراحات، تقدم مذهل في الأجهزة المساعدة، تقدم مذهل في كل حاجة، بقت جراحات المياه البيضاء جراحات دقائق محدودة، بقى تكنولوجيا آمنة للغاية. هنفهمها النهاردة بالتفصيل، النهاردة هنفهم أشياء كتيرة متعلقة بهذا الأمر. أكيد الحوار هيكون ممتع جدا جدا، زي ما قلت لكم لما نفهم أن quality of life هي هدف العلم، فأكيد التكنولوجيا هتفترض علينا أن احنا نستضيف واحد من الكبار في هذا المجال، واحد من الأساتذة المتميزين على المستوى المصري الوطني العربي العالمي، بيقدم لنا الكثير من الإنتاج الرائع جدا في البحث العلمي، وكثير جدا من النقل العام
التقدمية في التكنولوجيا وأيضا في المهارات وتطوير في المهارات الجراحية المتعلقة بالنوع ده من العمليات. ضيفي هو الأكاديمي الكبير والاسم الكبير في هذا المجال هو الأستاذ الدكتور أحمد عساف، أستاذ طب وجراحات العيون، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحات العيون والجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء والجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الانكسار، وصاحب 29 بحث علمي منشورة في الدوريات الدولية، والأكثر من 100 بحث علمي تم عرضه في الجمعيات والمؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية. ضيف العزيز، أهلا بك. أهلا وسهلا. نورني، سعيد جدا بهذه الزيارة العظيمة. نور الناس الحلوة. أشكرك شكرا جزيلا. واختيارك كمان أنا بجد يعني في اللقاء اللي فات طلبت منك إن احنا نتكلم على الجديد في الزراعات العدسية أو زراعة العدسات الخاصة بالمياه البيضاء، لكن خلينا نبدأ لسؤال مهم. المياه البيضاء ساعات بعدها نلجأ ليه نظارة، لازم، كان ده الكلاسيك، ده صح ولا غلط؟ صح. هو طبعا انا عارف، انا متاكد ان الساده المشاهدين بقى عارفين يعني ايه ميه بيضاء، وهي باختصار هي عتامه في العدسه البلوريه جوه العين، واحنا بنفتتها وبنزرع مكانها عدسه ثانيه. فالمفروض ان بعد العمليه هيبقى المريض هيلبس نظاره وهو بيسوق العربيه او يتفرج على التلفزيون، بنسميها نظاره المسافات، ونظاره ثانيه يلبسها وقت القرايه. القراية ما بقولش بقى القراية بس، ده احنا بنتكلم بقى القراية والموبايل، ولو ست بتخيط يبقى خياطة ولا إبرة، لو واحد رسام يلبسها قدام لوحة الرسم، لو واحد بيشتغل في بنك أو بيقعد قدام الكمبيوتر أو رجل أعمال هيلبسها برضو قدام الكمبيوتر، أو واحد بيتعامل مع الموبايل. فطبعا هيبقى في نظارتين بعد العملية كستاندر. دايما بنفهم المريض انه بعد العملية يبقى في نظارة مسافات ونظارة قراية، الا اذا بعض الحالات معينة ما بيبقاش في عيوب ابصار كتيرة، فممكن يستغنى عن نظارة المسافات ويلبس نظارة القراية. للاسف ان في ناس كتير بتحبط لما تعرف كده هوت، يعني بيبقى يقولك انا عملت العملية وانت بتقولي زرعت عدسة. طب انا زرعت عدسة، طب انا هلبس نظارة ليه؟ مش العدسة دي تجوب النظارة او نظاره المسافات ونظاره القرايه؟ بنقول له لا، هي العدسه دي انواع، فالستاندر بتاع العدسات او العدسات البيزك او الاساسيه ان انا اعالج الميه البيضاء. يعني ايه اعالج الميه البيضاء؟ يعني انا هحط عدسه بدل عدسه معتمه احط عدسه شفافه، بحيث ان الاشعه تسمح، العدسه دي تسمح بمرور الاشعه داخل العين وتكون صوره على الشبكيه. بعد كده هو في نظاره بقى ما فيش نظاره، دي قصه تانية. فده فكرة علاج المياه البيضاء. لكن هل احنا ممكن نعمل المياه البيضاء دي نرفعها لمستوى اعلى شوية ظليل ونعالج عيوب الابصار كأني عملت ليزك على سبيل المثال؟ ممكن. فلازم يبقى احنا فاهمين ان المياه البيضاء حاجة، ولو عايز كمان اعالج عيوب الابصار فلازم اقول للطبيب الجراح ان انا عندي رغبة على الاقل ان انا استغنى عن نظارة من النظارتين اللي بعد العملية اذا ما كانش الاثنين. فهنا بيفرق على حسب نوع العدسه. العدسات اختلفت دلوقتي، بقت في عدسات جديده. طبعا هي في عدسات كتيره. احنا زمان كنا اول ما ظهرت عدسات الميه البيضاء كانت مقصود ان هي حته عدسه بلاستيك بتتزرع جوه العين ويتاخد غرز، والمريض بعد كده هو تبقى شايف بنظاره ممكن يكون فيها يعني مقاسات عاليه شويه صغيرين، ونظاره ثانيه للقراءه، والعين بيبقى مبسوط. احنا مع التقدم العلمي زي ما حضرتك ذكرت في عمليه المياه البيضاء بقينا نعمل عمليه من فتحه صغيره، وبالتالي فتره النقاهه بقت سريعه، وحصل تقدم مشابه كمان في انواع العدسات. فبقت العدسات ممكن تتزرع من فتحات صغيره وما تعالجش المياه البيضاء بس، او ما تضمنش برضو صفاء في الرؤيه بس، لا ده كمان ممكن تخلي المريض يستغنى عن نظاره المسافات او يستغنى عن نظاره المسافات والقرايه معظم الوقت. كل الحالات تنفع مع العدسات؟ لا، ده سؤال مهم جدا. مش كل الناس ينفع معاها هذا النوع من العدسات. خلينا نقول عدسات متقدمة، بره بيسموها عدسات بريميوم لينسز، أو عدسات يعني زادة جودة عالية أو متقدمة جدا. مش كل الناس بينفع لهم هذا العدسات. وعلى فكرة هي العدسات دي أنواع كتير، فلازم الطبيب الجراح يختار العدسة المناسبة لكل مريض، مش ستاندرد. يعني ما تتخدش المريض ينفع له العدسة الفلانية فأخوه أو أخته ينفع له نفس العدسة، لا، كل مريض له نوع عدسة تناسب حالته البصرية أو حالة عينيه وحالته أو أسلوب المعيشي بتاعه. فطبعا دي أنواع بتختلف، مش كل الناس. من زراعة العدسات دي، النوعية دي من العدسات، خطوة مختلفة عن العمليات السابقة؟
ده سؤال مهم جدا، ان هو في ناس كتير فاكره ان انا لما اعمل عمليه الميه البيضاء ومعاها اصلاح ابصار ان انا هعمل عمليتين. لا، هي نتيجه عمليتين لكن هي عمليه واحده، مفيش اختلافات كبيره، هي كل الاختلافات في نوع العدسه المزروعه جوه العين. فعندنا عدسه بتصلح الميه البيضاء بس او عدسه بتصلح عيوب الابصار، مفيش خطوات زياده وقت العمليه، يمكن حاجات بسيطه قوي لكن المريض مش هيحس بيها. فهي مش عمليه اضافيه على عمليه الميه البيضاء، لا هي عملية زي عملية المية البيضاء مع اختلافات بسيطة قوي. احنا عاملين نشوف صور لعدسات مختلفة، دي انواع عدسات فعلا مختلفة موجودة فعلا في السوق المصري، موجودة في على مستوى العالم. منها العدسات اللي بتحسن النظر المسافات البعيدة، في عدسات بتلغي نظارة المسافات البعيدة، وفي عدسات بتلغي نظارة المسافات البعيدة والقريبة، في عدسات بتقلل الاعتماد على نظارة المسافات القريبة، في يعني انواع كتيرة جدا، دي بتختلف من مريض او متناسبش لكل الناس زي ما قلنا قبل كده. بعد زراعة العدسة دي بتتحسن الرؤية بعد قد ايه ولا ايميديت؟ لا مش ايميديت، لان مهما كان في فترة نقاهة بعد العملية، احنا بنقول ان بعد عملية المية البيضاء التحسن بيمر في كذا مرحلة. اولا في مرحلة سريعة يحس المريض بتحسن في نظر حوالي 70-80% بعد العملية، الا لو كانت المية البيضاء شديدة وحصل شوية يعني ارتشاح في القرنية بسبب ان الليزر او الموجات فوق الصوتية اللي استخدمت كانت بكثافة عالية. فالمريض هيحس بتحسن في نظر ابتداء من تاني يوم مباشرة بعد العملية، ممكن يحس بتحسن 50%، ممكن يحس بتحسن 70%، ده هيحصل في خلال اسبوع كده المفروض النظر بيستقر، الا في حالات نادرة لو كانت المية البيضاء شديدة شوية. وبعد كده هو بسبب العدسات دي بنظر بعد كده بيبتدي يتحسن يستقر تماما في خلال اسبوعين ثلاثة بعد العملية. هنا الصورة دي عايز اوضح حاجة، في عدسات بعض العدسات بتخلي المريض يشوف البعيد كويس لكن ما يعرفش يشوف القريب كويس، فبنقول له البس نظاره وقت القرايه. جالنا مشكله فعلا، يقول لك انا ساعات بقعد على السفره ما بقاش عارف انا باكل ايه، انا شايف طبق قدامي مزغلل. وفعلا دي حاجه مزعجه جدا، احنا ما كناش واخدين بالنا. يقول لك انا شايف الطبق اللي قدامي انا مش عارف هو ده مكرونه ولا رز، بسبب ان العدسه بتديله هي احاديه البؤره بتديله رؤيه واضحه على مسافه بعيده 6 متر او اكتر. هو يمشي في الشارع زي الفل، يتفرج على التلفزيون تمام، صلحنا له الاستجماتيزم وكل حاجه، لكن يجي يمسك الموبايل مش شايف، يجي يقرا مش شايف، يجي ياكل ساعات او يمسك اي حاجه قريبه مش شايف كويس. فدي بتبقى مزعجه عند بعض الناس. في حاجه تانيه مزعجه جدا، انه ما يعرفش يقرا التابلو بتاع العربيه، يطلع له إشارة في تابلو العربية إن في حاجة غلط مش عارف هي إيه، مش عارف هي إيه. حتى عداد السرعة، بعض العربيات عدادات السرعة لسه صغيرة شوية ظاهرين، هو مش عارف السرعة هو معدي سرعة الرادار ولا لأ يعني. فدي مشكلة فعلا لقينا إن هي مزعجة عند بعض الناس. فظهر بقى هذا النوع من العدسات اللي هي تلغي نظارة المسافات، طلعت مكرونة وتقلل طلعت مكرونة باستا، أقسم بالله فكرة صدق هو فعلا هي فعلا فكرة صدق الطحينة. في الأول بنقول لهم خلاص البسوا نظارة القراية وانتوا بتاكلوا، يقول لك طب أنا بلبس نظارة القراية دي اسمها قراية يا دكتور، نقول لا هي اسمها نظارة القريب. يعني اي رؤية قريبة على مسافة قريبة حوالي 30-40 سنتي هتحتاج تلبس النظارة دي. ففي ناس، انا واحد بيقول طب انا قاعد مع ناس، عازم ناس، اقعد هاكل في الطبق هشوف هلبس النظارة، طب انا هشوف اللي قدامي، عايز اتكلم اللي قدامي، هقعد اقلع النظارة اقعد. مزعجة ومحرجة في نفس الوقت. في اجراءات معينة تتبع بعد العدسات المتقدمة؟ لا مفيش اجراءات بمعنى اجراءات معينه، هي زيها زي عمليه الميه البيضاء العاديه، هي بس كل حكايه ان المريض يتوقع ان فتره النقاهه او تحسن النظر ممكن تطول شويه عن العدسات العاديه. كل ما العدسه تبقى تصميمها معقد شويه علشان تديله رؤيه او تستغنى عن نظاره المسافات والقرايه، كل ما فتره النقاهه بتكون اطول شويه ظاهرين، علشان المخ بياخد وقت عبال ما يتعود على هذا النوع من العدسات. العدسات دي عدسات حديثه جدا، عدسات متعدده البؤره، ثلاثيه البؤره، عدسات متقدمه شويه، فبتاخد وقت عبال ما المخ يتعود على ادائها جوه العين. ساعات العين بيشتكي من جفاف كمان، يعني يبقى عنده جفاف وعنده، فاحنا صلحنا له خلاص الميه البيضاء، هل الجفاف يؤثر على العدسه الموجوده؟ 100% يؤثر، علشان كده مهم جدا ان احنا نشوف جفاف العين ونقيس درجه جفاف العين قبل العمليه، وده من ضمن حساسيات اختيار هذا النوع من العدسات. يعني في بعض العدسات ما ينفعش معاها ان احنا نستخدمها لمريض معين بسبب ان درجه الجفاف عنده عاليه شويه ظهرين، ولو كانت درجه الجفاف متوسطه وممكن نعالجها يبقى احنا لازم نسرع في علاج الجفاف،
اسبوع 2-3 وبعد كده نلجأ لعمليه الميه البيضاء. اوقات كتير بناجل عمليه الميه البيضاء لغايه لما نعالج جفاف العين علشان نضمن احسن نتيجه ممكنه بعد عمليه الميه البيضاء بالذات مع هذا النوع من العدسات المتقدمه. انا عايز اقوله بس ان في عندنا كانت مشكله، احنا اتكلمنا قبل كده على عدسات بتلغي نظاره المسافات وبتلغي نظاره القرايه معظم الوقت. المريض كان بيحس بالليل اوقات ما ماشي في الشارع ان الرؤيه الليليه مش واضحه قوي، الاضاءات بتاعتنا ما بتبقاش واضحه قوي. اعتقد في صوره ممكن البرنامج يعرضها دلوقتي، بعض الناس بيشتكوا لك انا شايف حوالين الاضاءه هالات حوالين الاضاءه. بالظبط كده، هالات حوالين الاضاءه، شايف الوهج زياده عن اللزوم، شايف ان الاضاءه طالع منها اشعاعات كتيره جدا. دي بنقول لهم معلش هتتعودوا على وجودها شويه شويه لغايه لما المخ ما يحسش بوجودها. دي مشكله كانت موجوده في العدسات متعدده البؤره، دي نوع من انواع العدسات المتقدمه اللي كان الهدف الاساسي بتاعها نلغي نظاره المسافات ونلغي الاعتماد على نظاره القرايه معظم الوقت. لكن الرؤيه الليليه بدل ما تبقى واضحه كده كانت بتبقى ملخبطه شويه صغيرين. المريض كان بيتقبل، بعض المرضى كان ما بيتقبلوش، وكانت بتبقى مشكله ساعات بنضطر ان احنا نشيل العدسه دي ونزرع مكانها عدسه ثانيه احاديه البؤر. الجديد بقى دلوقتي احنا لقينا ان احنا حياتنا بقت مرتبطه اكتر بالموبايل. الناس اللي بتقرا تمسك كتاب زي زمان ما بقاش زي الاول، احنا بنمسك الكتاب على المسافه دي تقريبا 30-40 سنتي، الموبايل بيمسكه على مسافه ابعد. فقلنا طب ليه احنا مش عايزين عدسه تخلينا نشوف على المسافه دي والمسافه البعيده، انا عايز عدسه تخلينا نشوف على المسافه ال 40-50 سنتي او على على اللابتوب على سبيل المثال او شاشه الكمبيوتر، هي بتبقى ابعد عن العين واشوف البعيد، ويا ريت كمان ما يبقاش عندها التشوهات البصريه الليليه اللي كانت موجوده مع العدسات متعدده البؤر. فظهر نوع من عدسات المتقدمه اسمها اكستندد ديبث اوف فوكس، هي عدسه احاديه البؤره لكن بتديك الى حد ما بعد اكتر شويه صغيرين، بعد الثالث يعني اعمق شويه. دي ناجحه جدا حاليا، بتدي المريض رؤيه واضحه ليليه ما بقاش فيها المشاكل مع العدسات متعدده البؤره اللي كانت موجوده قبل كده اهوت، وفي نفس الوقت ممكن المريض يقعد على الكمبيوتر من غير ما يحتاج يلبس النظاره، يشوف الداشبورد او لوحه او عدادات السرعه في العربيه من غير ما يحتاج يلبس نظاره، وفي نفس الوقت ممكن يتعامل مع الموبايل من غير ما يحتاج يلبس نظاره، خاصه الموبايلات دلوقتي عندنا هي سمارت فونز، فممكن يكبر الفونت يخليه بولد شويه صغيرين، ده يساعده ان هو يقعد يتعامل مع الموبايل معظم الوقت من غير ما يحتاج يلبس نظاره القرايه. هل احنا كده بنلغي نظاره القرايه؟ لا، ما بنلغيهاش بنسبه 100% بس بلغيها بنسبه 50% او 40%. لو انت عايز بقى تقرا حاجات صغيره، تقرا في مصحف صغير، هتلبس نظاره القرايه، لكن بديك رؤيه واضحه للبعيد، بديك رؤيه وظيفيه للحاجات القريبه على سبيل المثال الموبايل والكمبيوتر والاكل، ويشوف الطبق قدامه بقى على السفره واضح وما بقاش متضايق، ويتعامل مع الموبايل من غير نظاره وفي نفس الوقت مستمتع برؤيه واضحه في المسافات البعيده ليليا، يبقى هنا احنا وصلنا لحاجه في النص، لا عدسه احاديه البؤره يشوف بها البعيد بس مش شايف طبق المكرونه اللي قدامه، ولا عدسه متعدده البؤره عشان يشوف البعيد القريب بس عنده رؤيه ليليه مش حلوه مش جيده، لا عندنا حاجه في النص بتاخد الحاجتين الكويسين من هذا النوع من العدسات، تدي له رؤيه جيده جدا في المسافات البعيده بالليل، وفي نفس الوقت بتمكنه ان هو يمارس حياته ويشوف الحاجات القريبه على مسافه 50-60 سنتي من غير ما يحتاج يلبس نظاره القرايه. عندنا ثلاث محطات هتجاوبني بالاختيارات وتقول لي في التعليل لماذا اخترت أي. بخاف دايما من الفقرة دي، ده أنا بحبها، أنا بنتظرك في زيارتك عشان تجاوبني على هذه الفقرة. نبدأ بالفقرة الأولى اللي الدكتور أحمد بيخاف منها، أبيض ولا أسود ولا رمادي؟ أبيض أسود أم رمادي؟ قد يحدث أن الجسم يرفض هذه العدسة، ده معتقد، ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ لا هو المفروض اسود، يعني مفيش جسم بيرفض عدسه، لكن ممكن يحصل مشاكل وقت العمليه ما ينفعش نوع معين من العدسه يتزرع. بس عشان نسهل بس للمريض يتقبل الفكره، يعني صعب ان احنا نشرحها بطريقه علميه، فبنقول الجسم رفض العدسه. ما هو ما رفضش العدسه زي لفظ الكليه مثلا المزروعه، لا هو بس انواع العدسات بتختلف. في ممكن انا اكون في دماغي او انا عامل بلان معينه او خطه معينه نازرة عدسه معينه، لا قدر الله حصل مضاعفات وقت العمليه، ودي مش شرط يكون غلط جراح، بالعكس كل عمليه وليها ظروفها. فانواع العدسات هنا ممكن النوع اللي انا كنت ناوي ازرعه في العين ما ينفعش.
فاضطر ازرع نوع تاني، النوع التاني ما كانش متوفر وقت العمليه فبسيب العين من غير عدسه وباجل زرع العدسه الى خطوه لاحقه لغايه لما توفر نوع العدسه المناسب للعين بعد الحدث اللي حصل وقت عمليه الميه البيضاء. المحطه الثانيه، جاني متهم ام بريء؟ من لا يوفر لمرضى التقدم التكنولوجي الخاص بعمليات جراحه الميه البيضاء زي الفيمتو وأوائل اخره، ومن لا يوفر لمرضى التقدم التكنولوجي الخاص بالعدسات؟ ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ ما اقدرش اقول جاني، صعب قوي، لكن ممكن اقول عليه متهم بالاهمال. يعني هو دلوقتي لازم تدي اعلى خدمه ممكنه ولازم توظف خبرتك طبعا للمريض. فطبعا ممكن انا استسهل واحط اي حاجه وخلاص، لكن من حق المريض يعرف انه في ايه المناسب ليه. في مرضى يناسبهم تصليح النظر، في مرضى لا يناسبهم تصليح النظر. لو يناسبه تصليح النظر بنقول والله انت في عندك امكانيه تقلع نظاره المسافات او تقلع نظاره القرايه، والمريض يختار، لان دي حاجه علميا او طبيا مش غلط. يعني مش غلط لو المريض فضل ان هو يلبس النظاره بعد العمليه سواء مسافات او قرايه، مش غلط خالص. ما بنقولش ان هي كده عشان ارخص فتبقى يعني اوحش، لا، على حسب رابط المريض. في بعض المرضى يقول لك انا كان امل حياتي ان انا اقلع النظاره، اذا كان عندي فرصه وقت العمليه ان انا اقلع النظاره ليه ما قلتليش؟ فطبعا دي يعني نقدر نقول لها في المتهم. نشيها متهم. نشوف المحطه الثالثه، وشك ام يقين؟ بعد المياه البيضاء بنقعد فتره شهور في حالة ريهابيليتيشن قبل ما نرجع لحياتنا الطبيعية، وهم ولا شك ولا يقين؟ لا ده وهم قص اتنين. يعني دي نادرة جدا، نادرة جدا. بعض الناس بيبقى عندهم المية البيضاء بيسيبوها فترة طويلة قوي، فبنيجي نفتت المية البيضاء الموجات فوق الصوتية بيحصل ارتشاح في القرنية، ساعات بيقعد فترة شهور عبال ما النظر يتحسن يرجع يتحسن تاني، بس دي حاجة نادرة قوي. لكن عملية المية البيضاء العادية اللي هي يعني متوسطة الكثافة، المفروض المريض بيحس بتحسن في النظر بعد العمليه بيوم او يومين، وبنقول المريض تقدر تستحمى وتغسل وشك وتصلي وتسجد ابتداء من ثاني يوم. بتختلف من جراح للتاني، في بعض الناس يقول لك اسبوع، بعض الجراحين يقول لك يومين، بتختلف من شخص للتاني او من جراح للتاني، هي مدارس. لكن مختلف تماما عن احنا التعليمات اللي كنا بنديها للمرضى من 10 او 20 سنه فاتت، لما كنا بنعمل العمليه بالجراحه كنا بنغطي العين 3 اسابيع ونكشف الغطاء ونحط العلاج ونقفل تاني، والمريض كان بيتحجز في المستشفى ويبات حوالي اسبوع في المستشفى تحت الرعايه والعلاج في المستشفى ويكمل علاج في البيت، ونعمل نظاره بعديها بشهرين، وبعد شهرين ممكن نغير النظاره تاني، وكانت قصه طويله، وفي غرز ونفك الغرز، والمريض ما يستحماش لمده شهر. لا طبعا الكلام ده ما بقاش موجود خالص، فالكلام ده بقى وهم تربيع. اختلف العالم تماما من ايام انديل ام هاشم حتى الى الان. فحتى العمليات بتاعت اللي ظهرت في انديل ام هاشم اللي هي العيان اللي مغطي عينه قوي وقاعد ومستني نتيجه العمليه، واليوم ده يوم بقى نرفع الغطا ونشوف المنظر، لا عزة العلايلي في الفيلم ده اختلف، كان عزة العلايلي هو اللي كان مريض، لكن شكري سرحان كان الدكتور. بقى اختلف الامر تماما دلوقتي. تنورتنا وابدعت كالعاده. الله يخليك، ومتشكر جدا، وسلامي للبرنامج وسلامي للناس الحلوه اللي بيتابعوا أكيد البرنامج. اكيد الناس الحلوه اكيد بيتفرجوا عليك بنهم، لكن خلينا اقول انه في ملفات كتيره منتظرين احنا نفتحها مع بعض. التطوير الكبير اللي حصل في بقى تصحيح الابصار، عايزين نتكلم شويه بقى، لان احنا عايزين نشوف الناس اللي ماينس 16 و15 دول نعمل لهم ايه. سعدني وشرفتني طبعا ان انا اتكلم في الموضوع ده تحت امرك. بالظبط. وايه الجديد بقى في الليزر السطحي، وايه الجديد في الليزك، والفيمت سمايل، والله الله ده كلام جامد. في حاجات جديده طبعا، في حاجات جديده. طبعا انا اسمع منك كل جديد. الله يخليك. ضيف العزيز القمه العلميه الكبيره والاسم اللامع اللي بنفتخر بوجوده معانا في الناس الحلوه، الاستاذ الدكتور احمد عساف، استاذ طب وجراحات العيون بكليه الطب جامعه عين شمس، زميل كليه الجراحين الملكيه البريطانية، وعضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة العيون، والجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء، والجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الإبصار والانكسار، وصاحب 29 بحث المنشورة دوليا والأكثر من 100 بحث المعروضة في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية. كان ضيفي في واحدة من حلقاته الإبداعية كالعادة في عالم العيون في الناس الحلوة. خليكم مع الناس الحلوة. السبب الأساسي للسمنة المفرطة
السبب الأساسي مش الأكل الكتير بس، قبل الأكل الكتير القعدة الكتير، الراحة الكتير. كل أنواع جراحات السمنة المفرطة الهدف منها إنقاص الوزن وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة إذا كانت موجودة وتحسين اللايف ستايل. السمنه تعطل الانجاب بصوره واضحه جدا، بتعمل تجسم المبيض ولخبطه في الهرمونات ويعني تاخر في الانجاب بصوره واضحه جدا. البنات بيبقوا مهزومين نفسيا، البنت اللي وزنها كبير فعلا ما بتبقاش عايزه حتى تتصور، مش عايز تحضر مناسبه مع صاحبتها او بتبقى قاعده في البيت ما بتشوفش الشمس. ايها الناس خلي بالكم من عيالكم، انتوا امناء عليهم. ده في ناس والله بتبعت الحاجات الادويه اونلاين، تقول تعالى خد العلاج. دي جريمة على فكرة. لا يقابل، دي جريمه رحمة. لا يقابل، ما بيقابلش العيان اصلا. هو انت بتليفون كده او في حاجه اسمها كده نصاب؟ انقاص الوزن هو علاج لتاخر الانجاب، انقاص الوزن هو علاج عشان يظبط الدوره الهرمونيه مره اخرى للبنت اللي عايزه الدوره بتاعتها تبقى منتظمه، عايزه يبقى عندها صحه انجابيه مظبوطه، لازم تنزل وزنها. انا اتمنى ان احنا نعمل منظار معده تشخيصي لكل الناس قبل عمليه السمنه، لان في حال عدم عمل منظار معده تشخيصي ما قبل العمليات بتتفاجئ ان انت تلاقي عندك فتق في الحجاب الحاجز. يا اما تكون سكر من النوع الثاني، وهنقيم ده بقى بالسي بيبتايد والفاستنج انسولين ليفل والهوما والانتيجاد، كل الحاجات اللي بتتعمل لتقييم المريض. انت نوع ثاني هتبقى من اكثر الناس حظا، لان انت هتخلص من السمنه وهتخلص من السكر في عمليه واحده بس اللي هي تحويل المسار. لو هذا البرنامج نجح بس في محاربه السمنه يبقى احنا قدمنا شيء عظيم جدا. طب الأسنان في مجال التجميل مثلاً عالم غير حياة الناس وخلى ناس نجوم، يعني لما نشوف بعض النجوم قبل وبعد تجميل سنانهم هتحس بالنقلة. مشكلة الفلجة بتاعت الأسنان اسمها العلمي الدايستما، أو بالإنجليزي يعني الدايستما أو الفلجة اللي بين الأسنان. المشكلة إن هي علاجها بيرجع بسرعة بعد التقويم. الشفايف لو ركزت مع الشفايف هتلاقيها مستريحة جدا على الأسنان. ده اللي بيهمني أكتر حاجة، إن الإنسان أو البيشنت بتاعي يبقى جاي لي مش عارف يضحك وأنا خرجه من عندي بيضحك. ناس كتير عندها تخوف، يقول لك أنا مثلا عايز أعمل تجميل، عايز أظبط سناني وبتاع، بس خايف أخلع. وأنت قافل كده في دايمنشن، في مسافة، في مسافة من فوق وتحت. الطول بتاعها ده بيقل مع الزمن وبيقل لو دكتور عالج لك أسنانك بطريقة غلط. ايه عواقبه؟ زي الصورة اللي موجودة دي، بقه مطبق، انت شايف حد بقه متطبق. اهلا بكم في عالم المثير، العالم الجميل، عالم طب الأسنان. طب الأسنان في مجال التجميل مثلا عالم غير حياة الناس وخلى ناس نجوم، يعني لما نشوف بعض النجوم قبل وبعد تجميل سنانهم هتحس بالنقلة، النقلة في حياة كل واحد فيهم. أولهم وأشهرهم طبعا هو اللاعب المفضل بالنسبة لي رقم واحد هو كريستيانو رونالدو. أنا طبعا بشجع ريال مدريد وانتوا عارفين كريستيانو هو بالنسبة لي النجم الأول، حتى بعد ما ساب ريال مدريد وراح يوفنتوس برضو محدش يتخيل إن هذا هو اللي على الشمال ده هو نفسه اللي على اليمين، رغم انه ده اللي على الشمال ده هو صغير، يعني مثلا الصوره بتاعت اليمين دي يمكن هو عنده 34 سنه، لكن اللي على الشمال مثلا هو عنده 20 او 21، المفروض يكون اكثر حيويه واكثر يعني، لكن فرق كبير جدا. الفرق في السنان، الفرق في السنان، يعني الشمال دي هو بيلعب في مانشستر يونايتد. تجميل السنان غير من حياته. رولاندينهو برضو البرازيلي يعني كان عنده عيوب بالجملة، ابتسامة لا سوية، سنان مش مظبوطة، سنان صغيرة، فروقات واضحة،
إلى حد ما غير طبيعة سنانه بشكل كبير. الأشهر دلوقتي روبرتو فيرمينيو، لو أننا معترض على صناعة ابتسامة. على فكرة روبرتو فيرمينيو صديقه ومدير أعماله أساساً دكتور سنان، وعمله وظهر إن هو مش شاطر، يعني ده مش دكتور سنان، أو ربما هو طلب روبرتو فيرمينيو إنه هو يعمل سنانه بالشكل ده. أنا في رأيي إنه ما عملهالوش بشكل جيد، بس شوف الفروقات برضو أفضل من قبل كده، لكن أكيد أنا بتهيألي إن هو الصورة دي قديمة شوية. في الموسم اللي فات ده حسن سنانه أو عملها المرة التانية وقلل درجة البياض اللي فيها وخلاها تبقى يعني حجما أصغر شوية أعتقد، ففي صورة جديدة. لكن كل لعيبة الكورة دول لأن هم شهير ونجوم، السنان اتغيرت بشكل كبير جدا وشكلهم اتغير بعد تجميل السنان. بس تجميل السنان بيعتمد على أكثر من عامل، يعني خلاص كفاية اللعيبة بقى تمام احنا الواو. التجميل بيعتمد على الدكتور، بيعتمد على أدوات معينة بيستخدمها الدكتور، حسه الجمالي، بيعتمد على المريض في أشياء. بس إيه الدكتور وإيه المريض؟ دي نقطة مهمة جدا. وأستغرب جدا لما لاقي مثلا دكتور سنان بيتكلم عن التجميل ويعني له آراء وهو نفسه عامل ابتسامته وحشة. أستغرب يعني طالما أنت بتتكلم على التجميل المفروض بقى تلجأ لمتخصص تجميل. إذا كنت أنت بتدعي أن أنت متخصص تجميل فإزاي ابتسامتك بهذا الشكل؟ إزاي سنانك طلع مش حلوة؟ فده برضو يعني ما ينفعش، زي ما بيقولوا يعني الأقربون يا أخي أنت الأقربون، ما فيش أقرب ليك من نفسك أو أولى بالمعروف. فلازم كل واحد يعني يدي العيش لخبازه. دكتور تجميل السنان ده تخصص مهم جدا دلوقتي في طب الأسنان. النهاردة هنطرح أسئلة كتيرة وهنجاوب حاجات كتيرة جدا مع ضيف العزيز الاسم اللامع والمتميز صاحب الآراء المختلفة دايما، المختلفة بمعنى الجريئة اللي بتدخل في الهدف بتاعها بشكل واضح وصريح، مفيش مواربة مفيش دبلوماسية، لكن في علم. هنسمعه النهاردة من ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة دكتور عبدالله متولي، أخصائي تجميل الأسنان والمؤسس لمركز برايتي الأسنان وعضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان والمصمم للابتسامة الرقمي المعتمد من البي دي سي الاسم المتميز للغاية. أهلا بيك دكتور. ازيك يا دكتور؟ أيوه منور منور الناس. وحشنا والله. وأنت خلي بالك بقى، أنا النهاردة جايب لك شوية حاجات كده مهمة. ملعبك شوية. ملعبك شوية. هبدأ بالفلجة، الفرق بين السنان الأمامي. الفلجة اللي هو مسمينها في مصر جلابة الرزق. بيقولوا دي بتزود الرزق وما تقفليش الفلجة. مشكلة الفلجة بتاعت الأسنان اسمها العلمي الدايستما، أو بالإنجليزي يعني الدايستما أو الفلجة اللي بين الأسنان. المشكلة إن هي علاجها بيرجع بسرعة بعد التقويم. يعني إيه علاجها بيرجع بعد التقويم؟ يعني الحل الأمثل ليها اللي هو التقويم، اللي هو الحل الأمثل بين الدكاترة اللي بيقولوا عليه إن أنت أول ما تروح لدكتور سنان أنا عندي فلجة اعمل تقويم. المشكلة بتاعت التقويم مع الفلجة بالذات حاجة اسمها الريكارنس، يعني بترجع تاني. يعني تخيل أنت عملت تقويم لمدة سنة أو سنة ونص عشان تقفل الفلجة بين الأسنان، وبعد ما خلصت التقويم وشلت التقويم رجعت تاني لو ما لبستش المثبت فترة قليلة قوي، مثبت بعد التقويم. فمعنى كده انت هتفضل طول حياتك بالتقويم. طيب هل في حلول تانية اقدر اعملها للفلجة اللي بين الاسنان بدون تقويم؟ في حلول. هل بترجع تاني؟ لا ما بترجعش تاني. طيب ايه الحلول دي؟ اول حاجة الفينيرز، لو انا عملت قشرة تجميلية للاسنان اقدر اقفل الفلجة دي بدون ملجأ للتقويم، وان انا اقعد سنة او ان انا اقعد سنة ونص مثلا وبعدين ترجع تاني، بس لو الظروف بتاعت العيان بتاعتي تسمح. يعني لو شفنا صورة زي دي، ده بيشنت او كلاينت عنده الانياب مش موجودة، عنده فتحة بين الاسنان اللي هي الفلجة الدايستما اللي بنقول عليها، عنده السنتين اللي جنب السنتين اللي في النص رفيعين قوي، فده اصلا كده كده محتاج شغل. يعني ده كده كده لو عملت تقويم بعد ما عملت تقويم شكل اسنانه مش هيبقى حلو. فطب انا ممكن اعمل لك، طب انا لو عملت في الحاله دي قفلت الفلجه او الفتحه اللي بين الاسنان دي بالتقويم، لو عملت كده لو انا ما لبستش المثبت هترجع تاني.
هيفتحوا تاني. هيفتحوا تاني هو بيسوس فتره قليله شهر ولا شهرين. طيب هل اسنان البيشنت ده وسنه ووضعه يستحمل التقويم؟ انا لما جالي وقيمت لا ما يستحملش التقويم. هل هو انترستد او هو مهتم بالتقويم؟ لا مش انترستد. طيب انا ممكن اعمل لك تجميل. طب مشكله التجميل في الحاله دي ايه؟ ان السنان اصلا عريضه وانت عندك سبيس او مسافه عايز تقفلها فهتعرض السنان اكتر. فهنا بقى يتدخل السمايل ديزاين او تصميم الابتسامه. انا هشيل قد ايه من السنان من انهي جزء بالظبط عشان اطلع نتيجه مظبوطه. لو شفنا الحاله بعد كده السنان اتقفلت كلها، الانياب ما كانش عنده انياب، حولنا له شكل البريمولر او اول ضرس عنده حولنا له شكله الناب، المسافه اتقفلت، السنان مش عريضه. بص تقبل اللثه للتركيبه يا دكتور ايمن هتعرف مدى نجاح التركيبه. اللثة مرتاحة ولونها حلو، لونها كويس، مفيش احمرار جامد، مفيش احمرار، مفيش أي حاجة. لو شفنا بقى الـ الـ الصورة فوق وتحت مع بعض، الحاجة اللي احنا دايما نركز عليها، بص العين ده يا دكتور أيمن تحت مش عارف يضحك، بص لما بنقول له اضحك بص منظر شفايفه بيبقى عامل ازاي، بص بعد لما بنعمل له سنانه بعدها بأسبوع ولا حاجة تقول له اضحك بص بيبقى شكل الضحكة مستريح ازاي، مرسومة ازاي، والاسنان مش عريضه، كل حاجه. اهم حاجه برضو الشفايف، لو ركزت مع الشفايف هتلاقيها مستريحه جدا على الاسنان. ده اللي بيهمني اكتر حاجه، ان الانسان او البيشنت بتاعي يبقى جاي لي مش عارف يضحك وانا اخرجه من عندي بيضحك. دي اهم حاجه عندي. بص بقى الفلجه او الفرق في السن اللي تحت، لو احنا لسه مع الحاله لما انا افكر ان احنا نقفله، اي حد يقول لك طب ما لما نقفله هتبقى السنان عريضه جدا، لان انا هزود من السنه من الشمال ومن اليمين فالسنه تبقى عريضه، صح كده؟ صح كده. لكن انت بتعمل حاجه يعني شفناه فوق مثلا السنان ما عرضتش بالظبط، ده عرض السنان بعد القفل اقل من عرض اقل بالظبط كده بالظبط. فحصل حاجه اسمها توزيع مسافات، اسمها ترحيل، يعني في كلمه ترحيل دي كلمه يعني انا في رايي ادق شويه في التوصيف. هو ده ترحيل دي للتقويم او يعني ترحيل دي لحاجة تانية للتقويم. هنا مش ترحيل، ده سمايل ديزاين، تصميم ابتسامة. انا هشيل انهي جزء، مش هشيل يعني انا وانا بعمل ريدكشن او انا بخشن الاسنان هخشن من جزء واحد بس. لو انا خشنت منه وانا بركب الفينير هتطلع بالشكل ده. طب لو انا الحالة دي جايلي حضرت الاسنان فينير او يعني خشنت الاسنان بطريقه العاديه اللي هو كانها حاله عاديه هتطلع السنان عريضه. لو شفنا برضو حاله زي دي فيها مشكلتين. المشكله الاولانيه الدايستما او الفتحه اللي بين الاسنان اللي هي الموجوده اللي شفناها في الحاله اللي فاتت، الفلجه. المشكله الثانيه السنه اللي قدام اللي ناحيه الشمال دي اللي هي يمين العيان طالعه لبره قوي. في مشكله ثالثه. في مشكله. ايه المشكلة الثالثة؟ المشكلة الثالثة ان في ديفيشن ناحية اليمين. يا سلام يا دكتور ايمن. في انحراف. انت مهندس اسنان. بحب الحكاية. هي فيها شوية هندسة يعني. في ديفيشن فعلا. عايزين نشرحه للناس، يعني الخط اللي المفروض يبقى ستريت منتصف معوج قوي. ده ممكن البيشنت ما يلاحظوش او الكلاينت والدكتور كمان ممكن ما يلاحظوش. طيب ده علاجه ايه؟ ممكن تقولي تقويم. طيب التقويم قلنا مع الفلجه، مع السن بتاع العيان ده عنده حاجه و40 سنه. مع وضعه الاجتماعي، مع شكله، مع التايمنج، مع الوقت، مش هيعمل تقويم. اسيبه بقى يعيش كده طول عمره؟ لا مش هسيبه. طب ما اخليه يعيش بقيه عمره بفينيرز قشره بتتركب على الاسنان، بتقعد اربع يعني بتتعمل في اربع خمس ايام ماكسيمم اسبوع، ويعيش بقيه حياته مبسوط. لو شفنا الحالة بعد بص ده شكله بعد في أربع خمس أيام، مفيش فلجة، مفيش بروز في الأسنان، الأسنان لونها حلو قوي، شكلها طبيعي جدا، هيكمل حياته كده. هو الكلاينت ده والبيشنت ده وسيم جدا على فكرة، بس مشكلته كانت في أسنانه. لو شفنا الصورة قبل وبعد مع بعض الفرق شاسع في وقت قليل بزيارتين، يعني زيارتين لدكتور الأسنان، دكتور تجميل الأسنان، حليت له المشكله، حلينا الديفيجن اللي حضرتك قلت عليه دلوقتي، حلينا الفلجه اللي بين الاسنان،
طيب هل ده بيحصل ريكرنس بيرجع تاني الفتحه دي؟ مستحيل ترجع تاني. مفيش بقى، ما خلاص. بس احييك على اللون، اللون عاجبني. جدا. اللون عاجبني. اللون رائع يعني. بالزبط. ليه؟ لانه اولا مدي البياض اللي الناس بتحبه، بس مش في نفس الوقت فج، مش بياض فج، مش زي بتاع فيرمينيو. شفت بس تاني حسيت شويه. بس هو المشكله عارف فيرمينيو قصته ايه مع طب الاسنان؟ اللي اكتشفه دكتور سنان في البرازيل. وهو نفسه اللي نقله من البرازيل. بس هو اللي عمل له اسنانه؟ هو اللي عمل له اسنانه. هي فكره فيرمينيو في اختيار الماتيريال الخامه. الخامه اللي الدكتور الاسنان مختارها له مش بتعدي الضوء، بتعكس الضوء. ايوه. اسمها زيركونيا. ايوه. الزيركونيا دي غير مستخدمه في التجميل الا في حالات قليله جدا جدا جدا، ما ينفعش اختار معاها اللون ده. فمشكله اعتقد ان كان في خناقه بين فيرمينيو والدكتور بتاعه، ان هو عايز لون فاتح قوي، والدكتور حد معلوماته واقف عند الزيركونيا. الزيركونيا ماده حلوه قوي في الدروس الخلفيه. في الاماميه بتطلع الشكل ده. فغير مستخدمه تماما في التجميل. طيب احنا ما زلنا في كلمه ترحيل. ترحيل. ايه بقى؟ انت قلت لي الترحيل ده كلمه تروح للتقويم اكتر. قصه تانية خالص قريبه من التقويم. بيجي لي عيان يا دكتور ايمن عنده اسنان، عنده ابتسامه لثويه. ابتسامه لثويه يعني هو بيضحك باين جزء كبير قوي من اللثه. ده امره سهل؟ امره سهل. طب لو جالي عيان عنده ابتسامه لثويه وشكل اسنانه وحش واسنانه طويله زي الصوره دي، عندها ابتسامه لثويه واسنانها طويله، هتلاقيها خبطه في الشفه اللي تحت. طب دي علاجها ايه؟ هل تشيل من اللثه بس؟ طب دي بنت. دي بنت. طب لو انت شلت من اللثه بس، ايه العواقب اللي هتحصل؟ السنان هتبقى طويله قوي قوي قوي. يبقى العين جاي لك بيقول لك انا لو سمحت يا دكتور عندي ابتسامه لثويه عالجها لي. عالجت له الابتسامه اللثويه، شلت له اللثه، وخارج من عندك شكله وحش جدا لان اسنانه طولت قوي. يبقى انت كده حسنت له حياته، انت بوظت له حياته. انت عالجت له المشكله اللي هو جاي بيها فعلا، بس ما اتدخلتش انت. هو بيقول لك انا لو سمحت يا دكتور شيل لي اللثه عشان وانا بضحك اللثه بتبان. طيب انت خرجته، لو عملت له بس اللثه بدون ما تتدخل الاسنان، لو عملت اللثه بس، يبقى انت كده خليت شكله وحش. يبقى انت كده ما وصلتش للهدف بتاعك كدكتور، ان انت تخلي الناس اللي جايه لك شكلها حلو. ايا كان ايه البروسيدور او ايه الخطوات اللي انت هتعمل. حاله زي دي بنعمل ايه؟ بنعمل حاجه اسمها ترحيل للاسنان. ترحيل للاسنان ده ليه طريقتين. عمليه جراحيه، اشيل من العظم وادخل العيان في قصه كبيره قوي هيقعد فيها 6 شهور في البيت. هشيل عمليه بكسر العظم من فوق واشيل، وقصص كبيره قوي واغلب العينين بيرفضوها دلوقتي. الحاله الثانيه ان اعمله فينيرز مع الابتسام، مع علاج الابتسامه اللثويه. لو شفنا الصوره بعد ده اسمه ترحيل. هتلاقي بص يا دكتور ايمن بقى في سبيس او مسافه بين السنان والشفه، يعني معنى كده ان السنان اترحلت لفوق. طيب السنان اترحلت لفوق دي، السنان صغرت، الابتسامه اللثويه قلت، السنان بقت اصغر، شكل ابتسامتها بقت احلى. لو شفنا قبل وبعد مع بعض، بص يا دكتور ايمن ال- 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 السنان كانت طويله قوي تحت وفي لثه، فوق اللثه قلت قوي والسنان بقت قصيره. ده اسمه ترحيل. هي محتاجه بوتوكس كمان. برافو عليك يا دكتور. انا هي عملت بوتوكس. خطر عليكم. هي عملت بوتوكس في الشفايف الفوقانيه. هي عملت بوتوكس، بس البوتوكس زي ما انت عارف نتيجته بتبان بعد اسبوعين. فانا هجيبها لك الحلقه الجايه بالبوتوكس. بالبوتوكس بقى. تمام. اذا يعني اذا طبعا فرق كبير جدا بين لانه السنان اللي تحت على فكره شبه رولاندينهو. لو رجعنا بقى لور انا ببص لعيبه بقى اتفرج علينا طيب وتزعل ولا حاجه؟ لا، هي شبه قصه مشاكل. لو رجعنا لرولاندينهو البرازيلي هتلاقي ابتسامه لثويه. طب احنا نشتغل معاك بقى دكاتره. انا جاي. لا ده انا عايز المكتب البحري بس. ماشي. هو بالظبط نفس القصه. هو ونفس اللي رونالدينو عمله. ترحيل. ترحيل يعني طلع لفوق وقصر الاسنان. دي كان علاجها زمان جراحيا فقط. دلوقتي لا خلاص بقى الموضوع، يعني الحاله زي دي دلوقتي بتتعالج في كام يوم؟ 10 ايام. اسبوع لثه واربع خمس ايام الفينيرز وشكرا. ناس كتير عندها تخوف، يقول لك انا مثلا عايز اعمل تجميل، عايز اظبط سناني بتاع، بس خايف اخلع.
رحت، خصوصا بقى لما يكون في كراودينج هيقولوا له ايه اخلع. لا اخلع دي لا، انا رايح بسناني كلها مش عايز اخلع سنان. فبرضو القانون الخلع ايه يعني، ايه الفايده ان الواحد يخلع؟ هل في فايده ولا في ضرر؟ هي طبعا بتختلف من حاله لحاله، بس انا هشبهها لك بمثال. تخيل مثلا يا دكتور ايمن، انت رايح عندك عربيه ورايح تعدلها، او يعني رايح تخلي شكلها مميز او شكلها احلى، بس عربيتك موجوده زي ما هي، ودخلت للمركز اللي انت بتجمل عنده او الورشه اللي انت بتجمل عندها العربيه دي، وقال لك والله انا هقسم لك العربيه دي اتنين، هشيل لك منها جزء هرميه وركب لك جزء تاني، يبقى انت كده عملت ايه؟ فقدت جزء من العربيه. هل انت هتعمل كده؟ لا طبعا، عمري ما هعمل كده. انا انت ممكن تعدل لي على اللي عندي، يعني انا عندي حاجه عدل لي عليها، خلي لي شكلها احلى، هتبوظها لي وتخلع لي منها وتغير تشيل لي بقى الفوانيس وتركب فوانيس، لا انا جاي اجمل اسناني او جاي اجمل عربيتي، ظبطها لي على الوضع اللي فيها من غير ما تخلع حاجه. حاله زي دي هي عندها اولا اسنانها بايظه شويه، ثانيا في ناب طالع لفوق قوي، شايفه يا دكتور؟ اه طبعا بارز جدا، ما نزلش، فيلير دو ديسنت بالظبط. فكده في قدامها حلين، ده كراودنج زي ما حضرتك قلت بالظبط. كده في قدامها حلين، يا اما تعمل تقويم، في التقويم هتضطر تخلع ضرسين من ورا عشان يبقى في سبيس او في مساحه ان هي ترجع الناب ده مكانه، فهتخلع ضرسين من ورا، ما هو في ازدحام، السنه اللي طالعه بره دي هنرجعها مكانها ازاي؟ لازم نفضلها مساحه، فيقوم خلع ضرسين من ورا. الحل التاني، الدكتور التاني قال لها، يعني هي راحت لدكتورين، واحد قال لها تقويم هنخلع ضرسين من ورا، التاني قال لها لا انت مش هتعملي تقويم، التقويم بيقعد سنتين ومش عارف ايه، احنا هنخلع لك الناب ونعمل كوبري. الطريقتين لجأوا للايه؟ للخلع، او لجأوا ان انت تشيل جزء من الاسنان تخلعه، وطبعا هي المريض عمره ما هيوافق بحاجه زي كده. لو حد يعني بيفهم شويه عمره ما هيوافق ان هو يخلع سنه او حاجه عشان يجمع، سيبني زي ما انا. طيب لو جينا بقى درسنا البعد الثالث، او يعني لو في وجهه نظر ثالثه، اللي هو ايه؟ انا اصلا اسناني محتاجه شغل، صح؟ محتاجه، هي فيها حشو كتير، محتاجه كفرز، فانا كده كده هشتغل في الاسنان. طب اعمل لك تجميل، اوزع المسافه دي على كل الاسنان، رجعت لك الناب مكانه، ما خلعتش اي حاجه، حافظت لك على الاسنان. هو ده بقى لو شفنا الصوره دي، بص الناب يا دكتور ايمن هتلاقيه راجع مكانه. اي نعم جاي على السنه شويه اللي جنبه، بس رجع مكانه بنسبه 90%. الاسنان اتظبطت، كل حاجه اتظبطت، ما بقاش فيه بروز للاسنان، كل ده بيتعمل في جلستين بس، بدون مخلع، بدون ما اعمل اي حاجه، عن طريق تركيبات الفينيرز والكراونز. الفرق بين فوق وتحت كبير قوي، بروز الاسنان راح، الناب اللي كان طالع بره ده راح، الحشو اللي فوق الاسنان ده، الحشو ده محتاج كفر عليه، محتاج كراونز احافظ على الاسنان، كده تعيش مدى الحياه. انما هخلع لك ضرسين من ورا واعمل تقويم ومش عارف، هي مش هتعمل كده، وهتضطر الكلاينت او العيان بتاعك ان هو يعيش بقيه حياته بالشكل ده، وانا ما بحبش كده بصراحه. وانا اديها نصيحه كمان، انها تعمل فيلر في شفايفها فوق وتحت، ماشي، عشان نكمل الجمال. تمام. طيب الفيرتيكال دايمنشن، ما معنى الفيرتيكال دايمنشن؟ الفيرتيكال دايمنشن دي، ده موضوع شائك وعايز ثلاث حلقات. اول مره نتكلم عنه. ايه بقى الترجمه الحرفيه له الاول؟ الترجمه الحرفيه بالعربي مش عارف قوي بالعربي، بس انا هوصفه لك. ده المسافه بين اسنانك وهي في حاله الاطباق، يعني وانت قافل كده في دايمنشن، في مسافه، في مسافه بين فوق وتحت، الطول بتاعها ده بيقل مع الزمن، وبيقل لو دكتور عالج لك اسنانك بطريقه غلط. ايه عواقبه؟ زي الصوره اللي موجوده دي، بقه مطبق، انت شايف حد بقه متطبق. طيب ايه المشكله التانيه اللي انا خدت بالي منها؟ احنا بنصور العين كتير قوي، العين بيزهق مني من كتر التصوير، عشان الاحظ مشكله زي اللي انا هقولها لحضرتك دلوقتي يا دكتور عين. بص على الصوره كده، الراجل ده عامل تركيبات مقلله له الفيرتيكال دايمنشن، يعني المسافه اللي بين الشفه اللي فوق واللي تحت قلت قوي، هو ده الفيرتيكال دايمنشن.
بص بقى ال- ال- السنان اللي ناحية الشمال هتلاقيها مدخلة الشفة اللي تحت الجوه. لو لاحظت كده دكتور أيمن السنان اللي ناحية الشمال دي واخدة تحتيها الشفة. طيب دي أول مشكلة، ده كده عامل لي إن قلل لي الفيرتيكال دايمنشن في جزء وسايبهولي في جزء تاني. فبقى شكل العيان بتاعي بقه مطبق، سنان معوج. انت هتلاقي ناحية الشمال المسافة صغيرة وناحية اليمين المسافة كبيرة. أعبي. طيب علاج الموضوع ده ايه؟ ان انا رجع له الفيرتيكال دايمنشن بتاعه تاني، وان انا انت هتشوف يا دكتور ايمن بعد ما رجعت له الفيرتيكال دايمنشن في الصورة اللي بعد كده، بص الشفايف بعدت عن بعض ازاي؟ اها. بص الشفة ما بقاش عنده مشكلة الشفة اللي داخلة تحت السنان ازاي؟ بقى خط الشفة مظبوط. بالظبط. اللي فوقانية بالذات. بالظبط. لو شفنا الصورة اللي جامعة الصورتين، بص ناحية اللي تحت هتلاقي الشفة بتاعته نازلة تحت السنان. في الصورة اللي فوق لما رجعنا له الفيرتيكال دايمنشن بتاعه ما بقتش خلاص الشفة داخلة تحت السنان. هو ده كانت مشكلته، كل شوية بعض على شفايفي، بقي شكله مطبق. طب العين ده صغير كام سنة بالعملية اللي احنا عملناها له دي، ان احنا رجعنا له الفيرتيكال دايمنشن؟ صغير له بتاع 20 سنة. طب ده بيتعمل في قد ايه؟ في اسبوع، من 4 أيام لاسبوع. فالفكره كلها في الفيرتيكال دايمنشن، لازم اروح لدكتور اسنان مذاكر كويس قوي التركيبات الثابته والفيرتيكال دايمنشن والسمايل ديزاين عشان ما يوصلنيش لنتيجه زي اللي تحت، يطبق لي بقي، يخلي شفتي متضايقه. كل دي مشاكل طبعا لما انا بعيدها، لما انا بعيد ورا شغل حد اصعب بكتير قوي لو جالي من الاول. فالفكره كلها ان الحاله نبني، ان انا ابني بالظبط. بالظبط. دايما اسال على عوامل النجاح، يعني دايما سؤالي اقول ايه عوامل النجاح كذا، عوامل النجاح كذا، لان انا هسالك بالعكس بقى، عوامل الفشل في تجميل السنان ايه؟ عوامل الفشل اولا حاجتين، اول حاجه المريض نفسه او البيشنت نفسه ان هو بيدور على ارخص حاجه مثلا، او بيدور على الدكتور اللي قريب منه، او ما بيدورش كويس. من الاخر في عيانين بيروحوا للدكاتره اللي بيقعدوا معاهم في الكافيه، يعني بالزبط. ايه يعني هو بيروح للي يعرفه معرفه شخصيه. طب هل ده تخصصه ايه؟ ده ما سالش بقى تخصصه، ممكن يقعد معاه في الكافيه ويبقى تخصصه تجميل يروح له تمام، مفيش مشكله خالص، لكن مش ان انا رايح له لمجرد ان هو معرفه. وده خلى ناس مدعيه وناس اقل كفاءه توصل للناس بالطرق دي، اللي هو يتواجد في الايفنت، في الايفنتس، في المناسبات، يبقى دكتور متفرغ للمناسبات، تروح اي مناسبه تلاقيه. بالظبط. لان هو ما بيشتغلش، هو بيلف يعرف ناس. الفكره كلها كمان احنا قلنا الجانب بتاع المريض نفسه ان هو مش بيدور كويس، الجانب بقى اللي بيقع على الدكتور ان هو بيماركت او بيعمل دعايه بطريقه فجه، مش فجه بس طريقه يعني بيستخدم قلة معلومات اللي عند المريض. ما انت ما هو المريض بتاع الاسنان برضو مش بعرف كل التفاصيل الصغيره. فانا مثلا ابقى عارف معلومات فممكن اضحك عليه او اخوفه من طريقه علاج معينه عشان يجي لنا. فده بيؤدي لكوارث. هي المشكله كمان ان هو بيخوفك من العلاج المظبوط. يعني هو بيخوفك، بيقول لك ايه، لو عملت اسنانك تجميل ببرد مثلا اسنانك هتقع بعد 3 سنين، مع ان انا عايد ورا الدكتور ده مثلا حالات بدون برد. يعني العين، يعني انا هوريك صور دلوقتي. لا هو فكره بدون برد دي ضد الطب بكل اشكاله. بالزبط. يعني مفيش حاجه اسمها بدون برد في الطب كله، اللي يقول لك كده ده بينصب عليك، ده بيهرج، لان السن اي حاجه تحط عليها بدون برد، لو بدون برد هتقع. زي الصوره اللي قدامنا دي. الصوره اللي قدامنا دي الف به الحياه، يعني اي حد عنده معلومات طب، انا راجل ماليش في الطب بس انا الف به الطب، لان لازم في بوند، في حاجه تلزق، في انت بتشيل مش طبقه، انت هتحط قشره او حاجه لازم يكون مكانها حاجه مش موجوده. لو انت زودت، لو انا ايدي اهي وزودت طبقه من بره اكيد هيبقى في بروز، في بروز، البروز ده هيحشر تحتيه اكل، هيعمل لي مشاكل في اللثه. زي الحاله دي بالظبط، ده بدون برد. ايه اللي حصل؟ بص يا دكتور ايمن، ده الكلام ده بعد سنه من التجميل، ده اسمه تجميل، اسمه تجميل بدون برد. طب ده ادى الى ايه؟
انت بتقول للعيان يا جماعه انا هعمل لكم تجميل اسنان بدون برد نهائي او بدون تدخل نهائي. بص السنان طالعه عليا ازاي؟ السنان طالعه عليك. بص اللي تحت في كارثه في اللثه تحت. ملتهب. في كارثه في اللثه. اولا كمان هو في خطا كارثي ان مفيش المفروض كل سنه تبقى لوحدها زي ما ربنا خلقها. فانت عامل لي الاسنان كلها لازقه في بعض. طيب هل احنا بقى اوريدي ده تجميل بالزمن؟ ده مش تجميل، ده تهريج. طيب هل احنا بنبرد اصلا من الاسنان؟ احنا ما بنبردش من الاسنان، احنا بنخشن الاسنان او بنعدل وضعها عشان القشره اللي هتركب ليها سمك. لو ما عملتش السمك ده، السمك بيبقى صغير 0.01 من الملي، ده حاجه لا تذكر، ارفع من الورقه. طيب انت على فكره العين بعد تحضير الاسنان لو وريته في المرايه مش هيعرف اصلا ان هو محضر. انا مش بتكلم على البرد بتاع زمان اللي هو بتلف حوالين السنه وتخليها قد كده، ده اسمه برد، ده اولد سكول، ده ما بقاش يستخدم خلاص. طيب الحاله دي على فكره الراجل ده خلع سنه اللي فوق ناحيه اللي هي ناحيه الشمال بتاعه الشاشه، خلعها بسبب ان انت بتقول للعيان بتاعك انا هجمل لك اسنانك، احط لك طبقه على اسنانك رخيصه وامنه، ولما تعوز تشيلها تشيلها وبدون تدخل وبدون مش عارف ايه. وصلته لان هو عمل حشو عصب في كل الاسنان اللي تحت، ما هو العيان بيصوصه بيعيط، ايه الحقيقه يا دكتور ده انا اسناني وجعاني، اعمل لك ايه؟ اكسر المدرسه بتاعتي اللي هي بتقول لك انا هعمل لك لا اسنانك وجعاك يبقى انت محتاج حشو عصب. طبعا يقوم عامل له حشو عصب، ما بيعرفش ينام، ما بيعرفش ينام، فيموت له المنبه اللي بيصحيه. فالفكره كلها انا ما ينفعش استغل عدم او اخوف العيان بتاعي، الحق ده لو عملت مش عارف اسنانك بايه ايه اللي هيحصل. اخوفه بجهل، مش يعني لو خوفته بعلم، لا اخوفه بنصب، انصب، انصب بقى بجهل بمعلومه غلط. هو عنده معلومه صح لان هو درس طب اسنان. اها هو عنده المعلومه. يا سلام، ده 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 ده, 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 ده حاجه نصب اوفر بالظبط. لو شفنا بقى الحاله دي، طبعا دي يعني بعد ما اتجملت كده حضرنا اسنانه، بص شكل ضحكته بقى عامل ازاي. طب دي هتقعد معاه قد ايه؟ دي هتقعد معاه مدى الحياه. مفيش لون، مفيش، كل سنه لوحدها. لو شفنا الفرق بين فوق وتحت، بص منظر البيشنت او الكلاينت بتاعك فوق عامل ازاي، بص منظر الكلاينت بتاعك تحت عامل ازاي. مش عايزين نمشي ورا الدعايه اللي بتخوف الناس من التجميل، تخلي الناس خايفه تعمل سنانها وتعيش كل حياتها اسنانها شكلها مش حلو. هو ده فعلا نصب، نصب علني يعني، مش جهل. مش جهل اصلا. ده انا المعلومه اول صفحتين في كتاب، اي كتاب عن طب الاسنان لغير المحترفين عارفين كويس جدا يعني ايه تخشين سطح السن. بالظبط، عشان البوندنج. عشان البوندنج يعني انا اهو حفظت الناس وانا عرفت. تمام. فالفكره كلها ان احنا ما نمشيش ورا الدعايه اللي بتخوفك من الـ من الـ من العلاج المظبوط، وفي الاخر انت اللي هتندم. انت نورتني حبيبي يا دكتور بجد والله، كنت يعني بستمتع بالحوار معاك يعني فعلا. واهم حاجه الضمير المهني في الطرح ده مهم جدا جدا جدا. ضيفي العزيز الاسم المتميز للغايه، واحد من نجوم عالم طب الاسنان، دكتور عبد الله متولي، اخصائي تجميل الاسنان ومؤسس لمركز برايتي للاسنان، عضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان والمؤسس لابتسامه المعتمد من البي دي سي بانجلترا. نورت الناس الحلوه حبيبي يا دكتور. المرة الجاية نفتح ملفات تانية. ماشي، جديدة. لا ملفات يعني اللي هو ايه؟ ماشي، اضرب. خليكوا مع الناس الحلوة. كل ما حضرتك بتيجي بدري كل ما مشكلتك نقدر نحلها لك بنسبة أكبر. تصل إلى 100% لو أنت جاي بدري. يبدأ بقى يقول لك أنا بحس بمنتل رجلي حجرت ورجلية بقت زي كيس الرمل. أنت عارف كلمة كيس الرمل دي عندنا معروفة جدا. يقول لك رجلية بتتقل عاملة زي كيس الرمل، بجرجر فيها، بتزحف. أنا بساعدك إنك ترجع شبه طبيعي. أنت مش بتبقى طبيعي بنسبة 100%، والكلام ده مش أنا، النتيجة لتقصير مني. ده هي دي الحقيقة اللي أنت لازم تبقى فاهمها. مريض الهشاشة الأولوية للعلاج. المفاصل بس علم، اعرف المفصله واتجاه الحركه بتاعتها. مفيش حد ما بيقولش
ظهري بيوجعني. العمود الفقري النهارده ما عادش زي زمان لان قوته بقت اضعف. مشاكل العمود الفقري اعراضها غامضه، العصب مش هيديني فرصه ان تفضل فقره تنزلق والغضروف يتاكل وهو يفضل عايش معاك. دكتور محمد صديق هويدي، استاذ جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي، كليه الطب جامعه القاهره، عضو الجمعيه المصريه والعربيه لجراحات العمود الفقري. اهلا بكم. الام العمود الفقري والام الظهر الام مشهوره جدا في مصر، والحقيقه من الالام اللي بتثير في نفسي انا كرجل طبيب الاستغراب الشديد جدا. ليه؟ المريض ما يعرفش ينام والالام بتزيد، والالام بقى لها سنين، والمريض في منهم نسبه صريحين مع نفسهم، ناس استفادوا جدا من الثقافه الطبيه اللي قدمناها، فعارفين يقبلوا ايه ويمشوا ازاي، وهنعرف النهارده طريقهم المستقيم. لكن في مرضى تانيين نسميهم، انا بسميهم الهربين، بدلعهم اقول لهم انت هرب يا ولد، تهرب يا عم الحاج، انت هرب يا ست، يهرب لاي حاجه، يهرب لمسكنات الم. طب المسكنات لغايه امتى؟ يهرب مسكنات ورده، بس مش هو ده العلاج، ده مسكن، حتى اسمه كده مسكن الم. والمثقفين قوي وحتى الناس البسطاء بقوا فاهمين دلوقتي، يقول لك يا باشا انا ماشي على مسكن بس ما خدتش، لسه ما استمرتش او ما خدتش علاجي او ما اتعمليش العلاج المظبوط. حاجة تانية، الهروب بقى لمناطق غريبة جدا. علاج المشكلة بدون جراحة وبدون ألم، ما هي لو تستحق العلاج بدون جراحة ماشي، لكن مش كل مشكلة تستحق العلاج او تنفع فيها العلاج بدون جراحة. ويعني ايه علاج بدون جراحة وبدون ألم؟ يعني انا محدد المسألة اشبه بالظبط يعني بمثلا واحد فاتح محل لبس ويقول انا ببيع بنطلونات بس، طب الجواكت؟ لا انا بتاع بنطلونات. طب يا ابني التيشيرتات؟ انا بتاع بنطلونات. ماشي هو حر، لكن افرض واحد داخل عايز يجيب لبس يعني كامل، هياخد بنطلونات بس ويمشي من فوق فله؟ الطب ما فيهوش حاجه اسمها وبس، في احتمالات علاج. الهربين دول حوارنا ليهم النهارده، هتهرب لغايه امتى؟ ومشاكل ودواعي وانزلاق الهروب هيوصلك لإيه؟ منزلق الهروب، الهروب ده منزلق زي الزحليقة بتاع الزمان، لو انت استمريت هتقع في بير وعمق خطير للغاية. ضيف العزيز هو أبرع من يستطيع أن يشرح لنا هذه الزحليقة ويتكلم على هؤلاء الهربين، لأنه أعتقد أن هو بيشوف هربين من دول كتير قوي، وأعتقد أن كلمة هربين لفظ استساغه كثيرة. استاذنا الاستاذ دكتور محمد صديق هودي، اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك دكتور ايمن. عجبتك الهربين؟ جدا. بتشوف منهم كتير؟ معبر قوي يعني هو الحقيقه. بشوف في المهربين وفي المأوحين وفي المستبيعين الحقيقه. مستبيعين؟ والله هم كلهم هربين. يعني هو يعني ما بقاش مستوعب المشكلة، او يبقى حد مبسط له الموضوع، يقول لك انا صداري بقى له 25 سنه بيوجعني، رقبتي بقى لها 10 سنين 12 سنه وجات لي شويه وراحت، بس دلوقتي ايدي مش عارف ارفعها، بس دلوقتي مش عارف امسك الحاجه، وايديا يعني ما عادش بعرف امسك الالم، الكوبايه بتقع من ايديا، ده انا لو طلعت السلم هو دور واحد. هي القصه انت وصلت لهذه المرحله امتى ووصلت لها ازاي؟ يعني هي الموضوع ما كانش بالبساطه انك انت لما صحيت اول امبارح لقيت نفسك تعبان، رجلك وقفت، ده انا وطيت مش عارف ارفع ظهري، ده انا مشيت مشوار مش عارف اكمل 200 متر، ده انا قعدت مش عارف اقف، ده انا بقوم محني. ما بتحصلش فجاه. ومشاكل العمود الفقري الحقيقه، العمود الفقري ده حمال الاسيه حقيقي، حمال الاسيه في مصر بالذات، شغله ومرمطه ووزن زياده ومطبط في الاراضي وكراسي بايظه وكراسي بايظه، ده اللي على كراسي، ده في ناس يا باشا حياتهم موطي في الارض وبيشتغل في حالات واقفه وبيشتغل بفاس، في ناس واقفه طول اليوم يعني غلابه. طبعا طبعا يعني انت عندك مجتمع نص مصر واقفه، عندك مجتمع بيشقى يعني مجتمع شقيان. هي ست البيت اللي عندنا زي اي ست بيت في الدنيا؟ يعني التكنولوجي فين؟ يعني ده بتقوم وتوضب وتغسل وتمسح وتطبخ وتاكل، تودي اولاد مدرسه او ما توديهمش، يعني مشاكل كتيره جدا، وما فيش حركه بقى، ما فيش رياضه، ما فيش ثقافه الرياضه، ما بنتحركش كتير، ظهرنا بيتعب، ومتعودين بقى نقضيها ببرشامتين بمسكن بروشته قديمه
بالصيدلي اللي جنبنا بيحل لنا الموضوع مؤقتا. هنذهب الى المنطقه الاولى في حوارنا الحالي، حوار مثير جدا، لانه زي ما انا قلت عنواننا النهارده مطارده الهربين. في فيلم زمان قوي كان اسمه الهارب، كان مسلسل كان مشهور جدا في الستينات والسبعينات اسمه الهارب. النهارده الهارب هو المريض للاسف، وهذا الهارب لازم نحن عليه ونفهمه بالراحه انه في النهايه هيهرب لغايه فين، زي ما في الافلام العربي هتفضل تهرب لغايه امتى، ده السؤال. طب تعالوا نشوف مع بعض الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ الام العمود الفقري والعظام هي اقصى انواع، واحده من اقصى انواع الالام. المشكله دائما ان المريض يريد حلا فوريا. ابيض اسود ام رمادي؟ طبعا ابيض، يعني كلام واضح. هو بيبقى جاي على امل، هو حقه طبعا ان هو يتعالج بسرعه ويخف بسرعه، بس احنا بننظر الامور بقى نظره تانية مختلفه تماما. يعني انت عاده هو استنفذ وقت مهم جدا في طريقه حياته كانت سيئه، ويجي بقى في اللحظات الخطيره جدا دي وبيطالب بقى ان الامور تمشي زي ما مشيت زمان. بمعنى في وقت من الاوقات كان ممكن العلاج بتاعه شويه راحه وشويه مساج او تدليك او جلسه واحده من العلاج الطبيعي كانت حلت مشكلته. الموضوع زاد، هو استنفذ ده بقى عند المجبراتي وعند في البيت، وجابوا عيل قعدوه على ظهره او على ظهرها، ودايما يقول لك انا جبت الواد الصغير عندي في البيت وقعد يتنطط على عمود الفقر وعلى الظهر كده، بحيث حسيت بعدها ان انا رقت. طب انا بجيب الواد دلوقتي وبقول له اتنطط يا واد، ما بيتنطط بس لسه الوجع زي ما هو. احنا بنقول العمود الفقري الامه كانت كتيره وسبناه. طيب هو ما بيقفش عند اللحظه دي، ما بيفضلش بنفس الالام بنفس المرض، لا ده بيزيد. بتبدا الاول خشونه صغيره، دي كان العلاج بيجيبها بنسبه 100%. التهاب في الاربطه او في المفاصل، العلاج كان بيجيبها بنسبه 100%. دخلنا بقى بعد كده في حاجه زي تشوه او انحناء في العمود الفقري، العلاج عمره ما هيجيبها 100%. دخلنا في انزلاق غضروفي، ها بدا الغضروف يكبر وينزلق يجيب لي 70-80%. دخلنا بقى في انزلاق فقاري، العلاج عمره ما هيجيبه 0%. يعني لما واحد يجي لنا بقى الفقره بتاعته الغضروف التاكل والفقره بقت سايبه واتحركت ومنتظر ان العلاج هيخففه، العلاج مش هيجيب حاجه. هنا العلاج خلاص ما عادش في علاج غير التدخل. وبعدين التدخل هنا محفوف بالمخاطر. يعني التدخل انت ظروفك ايه عشان اعمل لك عمليه؟ يعني لو عندك هشاشه متقدمه يبقى العمليه ساعات مش هتدي النتيجه. لو عندنا مشاكل متقدمه في الكبد او مشاكل في السكر او مشاكل في الكلى او فشل كلوي او غسيل كلوي، النتائج برضو بتاع الجراحات مش هتبقى مرضيه، لانك احنا برضو عندنا مبدا ان اللي بيعمل عمليه خلاص بقى عايز ربنا يغفر له كل الامه السابقه وذنوبه السابقه وكل حاجه ويرجع كما والدته امه. الكلام ده ما بيحصلش في الطب. يعني انا مش ما عشان عملت عمليه يبقى كل الالام اللي انا رايح لك بيها تخف. نحن اصحاب السؤال الثاني بقى، نحن اصحاب زي ما بيقولوا المقام الرفيع في الجلوس بوضعيات خاطئه والتهور في حمل احمال ثقيله تؤدي الى مشاكل مهلكه. ده حقيقي ابيض طبعا، ده حقيقي طبعا. يعني من اول ما يبقى طفل وهو رايح المدرسه وشايل شنطه قد كده، ولما يجي يقعد على مكتب ما عندوش مكتب في البيت وبيوطي وبنام على السرير معوج وواخد كل الاوضاع، ودول بيجي لنا كتير جدا في سن ال 12 لحد 18 سنه، العمود الفقري بقى معوج على جنب وبقى كتف ساقط وكتف نازل. وبنشوفها في البنات، يعني البنات لما بيوصلوا لسن 16-17 يبدا بقى مع النمو بتاعهم يبان الاختلاف. يعني يمكن الاولاد بيتاخروا شويه لكن بيبان هذا المشاكل. بنشيل شيله غلط، يحصل كسر في الفقره، شيله طبعا، بنوطي رفعنا حاجه تقيله جدا وشلناها على ظهرنا، حصل كسر في الفقره، الفقره اتكسرت، الفقره متكسره بتتحدف لقدام وتاخد معاها الحبل الشوكي. شوف الحبل الشوكي اللي هو الخط الاسود اللي في النص ده بقى عامل ازاي، بقى مشدود زي الاستك. طيب كسر زي ده ممكن يعمل ايه لو ما اتلحقش؟ بيعمل ضمور في الحبل الشوكي. يجي المريض بقى عنده ضعف في الرجلين، ضعف في المشي، صعوبه البول مش قادر يتحكم فيه، الالام الرهيبه جدا. دي صوره بقى بتاعت يعني قمه الماساه بقى اللي ممكن الدنيا كلها تضحك علينا بسببها. يعني الفقرات ثابت من بعضها ومش فقره واحده، ده انا عندي فقره والثانيه والثالثه والرابعه، بقى عندي اربع غضاريف واربع فقرات سايبين في ظهري. طب ازاي اسيب نفسي لحد ما اوصل لهذه اللحظه وعايز تروح للدكتور ويدي لك روشته تخف عليها؟ دي في المؤتمرات يقول لك دي فعلا حقيقيه ولا انترس منها.
بيتريقوا بجد. ايوه طبعا. اصل يعني دي جمله معناها الدنيا مين المريض اللي يسكت على نفسه لغايه في الدنيا كلها ما حدش يوصل لكده. عندنا بنوصل لكده وبنشوف اسوأ من كده. واخد بال حضرتك؟ يعني لما نشوف بقى الفقره اتنقلت من مكانها، يعني ده مريض اهو وجاي له طلب محدد يقول بس اعرف ادخل الحمام. يعني هو انا يعني لو عرفت ادخل الحمام مش هعرف انزل السلم؟ ما اللي يخليني ادخل الحمام اقدر امشي واخرج واروح الجامع وكده. العمود الفقري اتقفل، بقى عندي خمس غضاريف في ظهري، بقى عندي ضيق في القناه العصبيه، بقى عندي خشونه في المفاصل، والمفاصل كل مفصل بدل ما يبقى حجمه قد كده حصل تضخم. انت عارف المفصل مثلا زي الركبه لما يمرض قوي تلاقي ورم، مش كده؟ المفاصل بتاعت العمود الفقري كده، اول ما يبدا المفصل يتاكل يتضخم ويبدا ياخد من الحيز اللي هو بتاع العصب والحبل الشوكي يعمل ضغط عليه فيعمل ضيق في القناه العصبيه. نبدا نشعر بقى بالكولودوكيشن بين والكولودوكيشن ديستانس وعدم المقدره على الحركه، وان البول بقى فيه مشكله والحاله الجنسيه ضاعت ومش عارف اوطي ومش عارف اقعد، والقعده عذاب والوقفه عذاب والتوطئه عذاب. كل الكلام ده كله هيحصل. الارتجاع الانزلاق الغضروفي او الانزلاق الغضروفي لما بيرجع تاني اللي بيسموه المرتجع اخطر كثيرا جدا من الانزلاق الغضروفي لاول مره. الكلام ده ابيض ولا اسود؟ لا ده ابيض طبعا اكيد. القصه دي على فكره مخيفه جدا جدا. في ناس كتير جدا عندها ده كابوس. ده كابوس. كابوس خطير. كابوس الغضروف المرتجع. بس دايما احنا بنقول الغضروف يرتجع لسببين اساسيين. نمره واحد حاجه خاصه بالمريض نفسه. يعني انا حضرتك عندي غضروف وسبته 20 سنه وحد ما وصل ان في غضروف انفجر، تمام؟ رحت للدكتور سين او عين من الناس قال لك هشيل لك الغضروف ده. انا ممكن اعمل الغضروف ده وانا مش واخد بالي ان انا عندي غضاريف تانية متاكله، وهرجع بعد شويه ارجع اشيل تاني قوم ضارب الغضروف اللي بعده. واخد بال حضرتك؟ هي في الاخر انا كمريض ده انا جالي غضروف تاني، يعني انا مش عارف ان ده غضروف منفصل، بس انا كمريض انا لسه عامل عمليه، بس انت مش واخد بالك ان ظهرك انت سبته كتير جدا لما باظ. ما تجيش تقول لي لو انت عندك الاربع كاوتشات بتوع العربيه استهلكتهم وغيرت كاوتشه الباقيين هيفضلوا سلام، هيفرقعوا برضه مع الوقت لما نستعمله. الحاجة التانية كوتشي غلي يا باشا. كل حاجة غلي. الحاجة التانية ممكن يبقى الخطأ كمان ايه من نوع العملية اللي انت عملتها، وديت انا الحقيقة وديت مهمة جدا اللي انا بقولها دلوقتي، لان كتير جدا من الانزلاقات الغضروفية النهاردة الناس بتستبسط تقولك ده عملها بالمنظار. شوفوا ده نوع من انواع العملية اللي احنا بنعملها النهاردة. مش كل غضروف بيبقى غضروف بس، ده ممكن يبقى معاه شرخ في الفقرة زي هنا واتنسى، او تآكل في جسم الفقرة وبدأ يتحرك واتنسى. وادخل اقول لك انا شلتها بالمنظار، شلتها بالليزر، شلتها بالميكروسكوب الجراحي وما عملتش حاجه اسمها دعامات او تثبيت. ده نوع من الدعامات في العمود الفقري. والحقيقه اكاد اجزم ان النهارده ما عادش ينفع تعمل عمليه انزلاق غضروفي من غير ما تعمل تثبيت او دعامات العمود الفقري الحقيقه في العالم كله، لدرجه ان هذا الكلام حقيقي حصل تجريم بالقانون انك تعمل بس غضروف بس للظهر. يعني في اماكن، يعني امريكا نفسها فيها ولايات كتيره جدا، في اماكن منها لو عملت انزلاق غضروفي فقط سواء بالمنظار او بالليزر من غير ما تعمل تثبيت او دعامات تعاقب وتحاكم، بيسميه مال براكتس، اخطاء مهنه. انت مخطئ لانك ما كملتش العمليه صح. الحقيقه النتيجه لطبيعه الناس عندنا وطبيعه حياتنا وطبيعه العمود الفقري بتاعنا وما بنجيش الا متاخر قوي، اكتشفت ان ما ينفعش تعمل عمليه مجرد شلت الغضروف بس وتسيب المريض على كده. لا، لازم تعمل حاجه بديله تعوض ضعف الغضروف ده. يا فندم ساعات بنعمل حتى البديل ده ونرجع تاني نشيل ونحط ونعمل يجي لنا غضروف جديد وهكذا. يبقى اذا النقطه يبقى بيرتد الغضروف، ها، والتجربه بتاعت بقى مريض جاله الم الغضروف ورجع بعد كده عمل عمليه ورجع بعد شويه العمليه باظت وعايز يعمل عمليه تانية سواء نفسيا او ماديا او اقتصاديا اي حاجه مرهق، فبيبقى فيه خوف. فانا بقول دايما يا تتعمل صح من الاول يا اما ما تتعملش العمليه. لكن ما نخدعش بقى تحت بند ايه انا عملتها لك بالليزر، عملتها لك بالمنظار، عملتها لك بالملاحه، عملتها لك مش عارف ايه. عمودنا الفقري لا يحتمل اللعب فيه غير هي مره واحده يتعمل الحاجه صح علشان ما تردش علينا بعد كده. الفهم والموضوع يجعلني ابعد عن قرار الاتهام، وعدم الفهم ممكن يدخلني، وعدم القرار الجيد يدخلني قفص الجنايه. نتمنى ان احنا نكون براءه. طب تعال نشوف مين اللي هياخد ده أو ده أو ده ما بين المتهم والجاني والبريء. جاني، متهم أم بريء؟ المريض
اللي فاكر ان الغضروف طالما عمله مره خلاص هو بقى في امان، وزي ما بيقولوا لقد فعلت ما يجعلني ابيض السريره وعدت كما ولدتني مامتي. ده معنى الدماغ اللي هي ايه اللي في دماغ الناس دي، هيمارس حياته بنفس الطريقه نفس الشيء نفس الحظ. انا عملت عمليه، ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ هو في اكتر من جاني. هو يعني انا بتهمه ان هو مهمل ومش فاهم الموضوع الحقيقه، يعني هقول ان هو متهم بس مش جاني ولا حاجه. وساعات ظروف الحياه هي تجبره ان هو يبقى كده الحقيقه، يعني احنا ساعات عندنا لو واحد ما اشتغلش ما مش هياكل، ولو واحد ما راحش شغلته هيتفصل منها، وخاصه لو ما فيش انشورنس وتامين وكلام من. بنقول ان لازم نفهم بس الموضوع، يعني يا فندم ده انت لو عربيه راحت التوكيل وعملت عمره عمرها ما بترجع زي العربيه اللي طالعه لسه من الاجانس، بنفهمها كده وبتبص بعد شويه لو بعد شويه خلاص بقى. ما انت لو عملت عمره يعني لما يقول لك ايه، اصل لو واحد اتضرب فيه مشرط او اتضرب فيه مفك تعرف مش بيرجع لطبيعته العربيه طالما يعني حقيقي كده. يعني احنا بنقول ايه، انا بساعدك انك ترجع شبه طبيعي، انت مش بتبقى طبيعي بنسبه 100%، والكلام ده مش انا النتيجه لتقصير مني، ده هي دي الحقيقه اللي انت لازم تبقى فاهمها. بغض النظر عن انك تسمع من الناس كلام يقول لك ده انت تبقى زي الفل واحسن من الاول 100 مره، مفيش حاجه احسن من ربنا خلقها استحاله، يعني مهما عملنا مش هنقدر نحاكي الغضروف اللي ربنا خلقه الطبيعي. طيب لما يبقى عندك غضروف واثنين وثلاثه تاكلوا وباظوا، ورايح تقول انا بعمل عمليه شفط غضروف او انزلاق غضروفي بالمنظار او بالميكروسكوب جراحي فقط، وتسيب بقى الحاجات اللي حضرتك بتشوفها دي كلها، الحاجات اتعملت ليه؟ يعني الناس اللي عملت ده مش عملتها يعني بتضيع فلوسها وبتضيع مجهودها وتركب شويه مسامير، لا، الدعامات دي اسمها دعامات، والدعامات دي فيها ميزه ان هي حركيه، يعني ايه، تقدر تسمح بتتحرك وتدينا مرونه في العمود الفقري وقوه في العمود الفقري، وبتعوضني عن الفقد اللي انا بفقده في عمليه الانزلاق الغضروف، لان كل غضروف انا بشيله بضعف 20% من الفقرات القطنيه. واخد بال حضرتك؟ فلو شلت غضروفين فقدت 40%، يبقى عايش ب 60% فقط، واصلا 60% اصلا معيوبين من البدايه لان الغضاريف دي من البدايه تعبانه. فتعمل بقى الدعامات، والدعامات دي فيها ميزه الحقيقه ان الجسم ما بتفاعلش معاها، بتسمح بالحركه كويس جدا، بتقعد مسافات طويله وفترات طويله جدا في الجسم من غير تفاعل ولا مشاكل، غير ما يسمى الشرايح والمسامير. الشرايح والمسامير ده هي دي الكارثه الحقيقيه، لان ما عدناش بنفضلها دلوقتي. الشريحه الستانلس ستيل دي بتركب، الجسم ممكن يتفاعل معاها، ممكن تتكسر، تمنع الانحناء، تمنع، وبعدين لو واحد وطى غصب عنه ممكن تتكسر او تتقطم او المسمار يخرج من مكانها ويعور العظم بتاعنا. فده نوع تاني من النوع من التدخلات في العمود الفقري، انا بتدخل النهارده عندي فقرات قطنيه فيها غضاريف تاكلت الفقرات، وانا بطبيعتي لازم هشتغل تاني ولازم اشتغل، فلازم هنا نعمل ايه، الدعامات دي اسمها دعامات. والدعامات اشكال واصناف وانواع وماركات وموديلات وبلد منشا مختلف، في حاجات كتيره جدا، في منها القوي جدا وفي منها الرديء جدا وفي منها كل حاجه زي اي حاجه او اي منتج عندنا. فدايما لما بيجي نركب في ظهرنا لازم نختار ايه اللي يركب، علشان ده قاعد معانا العمر كله، ده مش مفروض ان انا اركبه شويه واغيره. يعني احنا دايما نختار وننتقي ايه اللي هيتعمل او ايه اللي هيركب. وطريقه عمل الجراحه نفسها، في ناس بتفرح قوي يقول لك اصل انا مفيش جرح في الظهر، يا سيدي وماله، لو في جرح 2 سم او 4 سم ده احنا بنحتاج سنتي ونص الى 2 سم للفقره، لو بعمل لك فقرتين جرحين 4 سم، ثلاث فقرات يبقى 5 سم ونص او 6 سم ماكسيمم. فده مش القضيه، يعني مش قضيتك ان انت ما عندكش جرح، هو انت ما عندكش جرح وفضل عندك الالم، ايه الميزه؟ ما فيش اي ميزه الحقيقه. فبنقول ده ضروره النهارده، تدعيم العمود الفقري سواء في الرئه بقى او في الظهر ده ضروره، ما ينفعش نعمل عمليه من غيره. خلينا نروح للوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ عمليات انزلاق الغضروف في المرتجع نتائجها تشابه او اصبحت تقارب عمليات الانزلاق الغضروفي لاول مره العادي، ده وهم ولا شك ولا يقين؟ لا ده بقى يقين، ده بالعكس بقت احسن، تقارب احسن، لا ده بقت احسن. اصل عمليه اولى فشلت وبنعملها تاني، يعني فبالتالي مش هقارن النتائج بتاعت حاجه فشلت بحاجه ان شاء الله هتبقى ناجحه. يعني المرتجع دايما خلاص داي، يعني بص ما فيش جراح هيدخل يعمل عمليه مرتجع الا لازم يدرس اسباب الفشل. الفشل ده جاي منين؟
جاي من طرف المريض ولا من طرف العملية اللي اتعملت سابقا، ممكن يكون هو اللي عملها أو اللي عملها أحد الزملاء الأفاضل. يعني ما فيش يعني في الآخر عايزين نحل الموضوع. يعني في ناس دايما بتستنزف نفسها يقول لك طب والدكتور عمل لي ايه بقى يا سيدي، بروح اساله بس خلينا نساعدك في الحل. ده دي قصه مصريه اصلا. اللي هو بقى ابدا اعمل ونعمل معاه ايه بقى وابدا اوريه الاشعه بتاعت المريض على انه مريض تاني خلينا نساعدك يعني انا ساعدك. ودايما النهارده بنفكر عندك غضروف مرتجع وفقرات بقت سايبه زي الفقرات اللي احنا كنا شايفينها زي السلم، دي دعامات، انواع من الدعامات، ما عادش ينفع اعمل عمليه في عمود فقري بيشتغل وبيشقى من غير ما اعمل كده، والا في انا بقى اللي هبقى في الاخر جاني، واخد بال حضرتك؟ يعني هبقى جاني فعلا ومسبب مشكله كبيره جدا للمريض بتاعي. ودايما التثبيت او الدعامات بتاعت الفقرات اشهرها ان احنا نثبت فقرتين في بعض. طب لو عندك مريض عنده 5 فقرات تقدر تعملها ولا لا؟ تتعمل يعني بالامكانيات بتاعتنا المتاحه عندنا والخبره اللي احنا بنعملها، نقدر نعمل 5 فقرات و6 فقرات ونقدر نصلع عمود فقري 12 فقره 13 فقره كلهم بايظين مع بعض. يعني الحقيقه بقت في التكنولوجي بقى موجود والامكانيات متاحه الحقيقه، والنتائج الحقيقه الحمد لله من فضل الله بقت احسن بكتير جدا. بس دايما بنقول للمريض بتاعنا افهم ايه اللي عمل لك المشكله عشان ما نرجعوش. انا ساعات يجي لي مريض او مريضه بالذات ست وزنها 140 كيلو وعملت عمليه وفشلت، اقول لها مش هعمل لك عمليه، روحي اعملي عمليه معده، تحويل معده، ربط معده، نفخ معده، اي حاجه، المهم في الاخر لازم تخسي. ليه؟ لان السبب الرئيسي ان اللي بوظ العمليه الاولانيه هو مين؟ الوزن الزياده. فانا مش هقع في نفس الغلطه. يعني لازم نحل هذه المشكله عشان ما يتقالش بقى في الاخر ان كل العمليات فاشله، لا مش فاشله، انت شايله صخور صخور. طبعا لازم لازم نبعد اسباب الفشل ونقرب اسباب النجاح. نورتنا، ربنا يخليك، خليكوا دايما معنا في الحلقه.